طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحب بكم في جلسة جديدة من جلسات مجموعة الباحثين السودانيين. اليوم الأربعاء 1 يوليو 2020، شرفنا إنه اليوم نستضيف عدد من الشباب والشابات الرائعين والرائعات اللي هم أخذوا زمام المبادرة وعملوا منصات بتاع التعليم الإلكتروني. نحن في مجموعة الباحثين السودانيين بندعم المبادرات، بندعم أصحاب الأفكار تحديداً في مجالاتنا البتلينة اللي هي التعليم والبحث العلمي وتنمية قدرات الشباب ورفع التنافسية بتاعتهم على المستوى العالمي. فالجلسة دي كان لأنه والله يا أخي منصات التعليم الإلكتروني السودانية هي منصات بتهمنا نحن من ناحية بتاعت سوق عمل. اي منصه اشتغلت وما مشت لقدام كان فيها شباب طامحين، ممكن يكون عندهم اعمال، ممكن يكون عندهم طموحات، ممكن كان يتوسعوا ويكونوا يعني منافسين على مستوى الوطن العربي وافريقيا والعالم، لكن وقفت. واحده من الحاجات اللي بتعاني منها المنصات بصوره عامه هو عدم الاعلام وعدم يعني وجود مستخدمين كافين. لذلك قررنا انه نعمل الجلسه دي نشوف كل الشباب اللي عندهم منصات بتاع التعليم الالكتروني وصلوا وين، الناس ممكن تستخدمه وتستفيد منها كيف، الجامعات، المدارس، الحكومة والمستخدمين العاديين. والجلسة دي بيشاركوا فيها عدد من الناس اللي هم عملوا منصات: محمد الفاضل، منصة السودان أودو إيديو، محمد عبد الباقي، منصة تعلم من أجل السودان، المهندس عمر الحاج، منصة أبيديمك التعليمية، المهندس هشام بابكر، منصة آي بي يونيفرسيتيز، وعثمان الباغر، منصة الآمال التعليمية، والمهندس أحمد داود، منصة eduaisoftengineering.com. حيعلق في الجلسة دي خبير التعلم الذاتي ومنصات التعليم الإلكتروني المهندس حيدر إبراهيم، وهو قدم لنا نحن قبل كده يعني محاضرة الباحثين السودانيين، الناس ممكن تشوفه في قناة الباحثين السودانيين على اليوتيوب. الجلسة حتكون كالتالي: كل واحد حياخد فرصة في أنه يقدم المنصة بتاعته في شكل بتاع باوربوينت ولا ديمو اللي بريحه. ممكن نمشي على الويب سايت بتاعه نشوف الويب سايت حاصل فيه شنو، وحنفتح بعدين باب النقاش لانه الناس تشارك باسئله واجوبه. نرحب بجميع الزملاء الافاضل والزميلات معنا هنا من رابطه اساتذه الجامعات السودانيين في دوله قطر، الاستاذه منى نور، ومعنا من جامعه النيلين دكتور طارق حسن، وعدد كبير جدا من الزملاء والزميلات. رحب بهم كلهم. وكذلك اللقاء منشور او مبثوث عبر مجموعه الباحثين السودانيين في الفيسبوك. فحنبدا نحن اول برزنتيشن هيقدمه محمد عبد الباقي، منصه تعلم من اجل السودان. تفضل يا باشمهندس. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. في البدء بنشكر مجموعة الباحثين السودانيين اللي هي دائما مساهمة في حاجات التعليم، في مجال التعليم، في مجال البحث العلمي. إن شاء الله أنا هتكلم عن تعلم من أجل السودان أو Learn for Sudan، وحنعرف يعني شنو Learn for Sudan. طيب، Learn for Sudan مبدئيا بنقول إنه هي نافذة التعليم الحديث. يعني شنو تعلم من أجل السودان؟ ما هي تعلم من أجل السودان؟ تعلم من أجل السودان هي عبارة عن مبادرة تعليمية غير ربحية بتمكن الطلاب أو أي متعلم من الوصول للتعليم العالمي الحديث عبر الإنترنت، والمساعدة في التغلب على العقبات البيئية والثقافية والسياسية والتقنية. الرؤية بتاع تعلم من أجل السودان والرسالة بتاعتها، الرؤية إنه بنسعى للتميز من خلال تقديم وتسهيل التعليم الإلكتروني المجاني في السودان. الرسالة بتاعتنا اللي هي جيل متعلم للسودان متقدم. Learn for Sudan بتقدم شنو؟ يعني الحاجات اللي بتقدمها تعلم أجل السودان هي شنو؟ أول شيء الحصول على منح من منصات عالمية مدفوعة. طيب، مثلاً في منصات بتكون بقروش يعني، وصعب انه من السودان نقدر ندفع لاي منصه او اي كورس من خلال الانترنت، لانه زي ما عارفين ان احنا ما بنقدر ندفع الكترونيكلي. تمام. فليرن فور سودان هي بتلعب دور الوسيط انه ناخذ منح من خلال منصات عالميه، وقدرنا قبل كده توصلنا لمنحه
من منصة كورسيرا، تقريبا الناس اللي استفادوا منها السودانيين ما يقارب 35,000 سوداني استفادوا من منصة كورسيرا، وحاليا عندهم حسابات على منصة كورسيرا بياخذوا منها كل الكورسات اللي هم عايزينها. ثاني شيء، عندنا كورسات دورية شهرية بتقدم في مختلف المجالات بعد استشارة عدد من الزملاء في شتى المجالات عن المطلوب أو الجاب. بنشوف وين الجاب، بعدين نحاول نعمل فيه كورس. مثلا الكورس بيكون فيه 30 طالب، بنعمل 10 كورسات شهريا في 30 في مجالات مختلفة. بنعمل شروحات تقنية، زي ما عارفين عندنا مشاكل في السودان، وشخصيا يعني في المبادرة واجهنا مشاكل من خلال إنه الشعب أو الشباب السودانيين عندهم مشكلة في التعامل مع الإنترنت عموما، أو البحث في الإنترنت، أو كيف يتعامل مع المنصات الإلكترونية التعليمية. فإحنا بنعمل شروحات عشان نعمل تثقيف وندرب الطلاب أو أي زول عايز يتعلم على إنه كيف يتعود على منصات التعليم الإلكتروني، كيف يتعلم إلكترونيا، وكيف يظبط زمنه بالنسبة للتعليم. عفوا، تقديم ورش. بنقدم ورش وكورسات على أرض الواقع في مختلف الجامعات. قبل كده اشتغلنا في جامعات كثيرة جدا، منها الخرطوم، منها السودان، منها النيلين، منها درمان الإسلامية، منها برضو خرطوم، كلية الخرطوم التطبيقية. برضو بنعمل قوافل تعليمية لمختلف الولايات. كان قبل الجائحة بتاعت كورونا، عافانا الله وإياكم، كنا يعني بدأنا في الموضوع بتاع القوافل التعليمية لمختلف ولايات السودان، عشان ما بس الموضوع يكون محصور في الخرطوم. وأول قافلة كان عملناها اللي هي مشينا دارفور، أخذنا أسبوع في دارفور، اشتغلنا عدد من الورش وعملنا تثقيف للناس في مجال التعليم الإنترنت وكذا. فحاليا الحمد لله يعني نتائج الموضوع ماشية كويسة جدا خلال متابعتنا للناس الأول اللي إحنا قدمنا لهم الحاجة، أدت نتائج طيبة جدا. تعلم من الالتزام اللي تستهدفونه، يعني حيتعلم منها منه أو حيستفيد منها منه. كل أطياف المجتمع، يعني أي إنسان عايز يتعلم، ما إلا تكون إن أنت حاليا طالب أو كذا، لا ممكن أنت تكون ما طالب أو ما أعطتك الفرصة أو ما لقيت الفرصة إنك تقدر تتعلم، أو الظروف ما خلتك إنك تتعلم. برضو ممكن إنك تكون موظف، يعني في أي مجال ممكن أنت تتعلم من خلال الكورسات الشهرية المقدمة من المبادرة، أو عن طريق إرشادنا للمنصات العالمية اللي تكلمنا عنها قبل شوية. اللي بيدير أو اللي بيشتغل أو في ليرن فور السودان، الفريق بتاع ليرن فور السودان، هم منو؟ هم عبارة عن شباب، عبارة عن طلاب وخريجين عن جامعات، وفي حتى موظفين، بالإضافة لأنه عندنا قاعدة بيانات ضخمة من الناس المتعاونين، من الأساتذة، من البروفات، من الدكاترة، ناس بيقدموا ورش وكورسات مجانية في أرض الواقع. كيف إنك تلقى لير في السودان؟ استخدم رمز البحث اللي هو تعلم من أجل السودان أو لير في السودان. عندنا مجموعة على الفيسبوك اللي هي أكثر نشاطا، طبعا هي قاعد نستخدم المجموعة أكثر نشاطا. المجموعة فيها 56,000، المجموعة بتحتوي على كل الشروحات وكل شيء، يعني المجموعة ممكن تدلك على باقي المجموعة ممكن تدلك على باقي المنصات اللي هي منها قناتنا على التليجرام، وعندنا قناتنا على اليوتيوب، وعندنا صفحتنا على تويتر. شكرا جزيلا لمجموعة الباحثين السودانيين، وشكرا لكل الزملاء الموجودين معنا في الجلسة. جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا جزيلا. سؤال سريع بس يا محمد، هل عندكم ويب نعم، سايت على الإنترنت؟ حاليا قيد الإنشاء الويب سايت، يعني المجموعة فيسبوك مينلي، فيسبوك جروب. فيسبوك، وبنستخدم التليجرام عوضا عن الموقع بتاع الويب سايت اللي هو حاليا قيد الإنشاء وحينطلق قريب إن شاء الله. تمام. طيب هل مسجلين كمنظمة كمؤسسة شركة ولا حاجة في السودان؟ والله سعينا في ملف التسجيل، ويعني بدينا فيه بعدين، فزي ما عارفين توقفنا بسبب الجائحة بتاعت كورونا. كورونا. تمام، أيوة، ممتاز. شكرا جزيلا لك على خدماتكم، يعني الجريل اللي بتقدموها للمجتمع. بعدين هنجي جزاكم الله. في الفترة بتاعت الأسئلة والأجوبة، هيعلق عليك المهندس حيدر إبراهيم، اللي هو خبير التعلم الذاتي، ولا في كل المنصات دي، عارف البروس والكونس بتاعتها والى اخره. ف
فالآن تمام إن هنمشي شاء الله، للبرزنتيشن الثانية. شكرا لك. جزاكم الله خير. البرزنتيشن الثانية عثمان الباغر. طيب عثمان لو ما موجود هنمشي طوال البرزنتيشن اللي بعدها. عمر، باشمهندس عمر الحاج. عثمان موجود يا دكتور؟ عثمان وينه؟ ما شايفه انا. ما سامع شكله. عثمان، اوكي عثمان موجود. خلاص انا نقدم عثمان. عثمان الباغر، منصة الآمال السلام التعليمية. عليكم. عليكم السلام والرحمة حبيبنا، تفضل. السلام عليكم بروف أنور، والسلام عليكم كل الحضور اللي بيشاهدونا والناس المشاركين معنا من باقي المنصات. عليكم السلام، تفضل. أنا عثمان الباغر من منصة الآمال التعليمية، هقدم لكم شرح عن المنصة. انت داخل من وين يا عثمان برضو عشان الناس تكون عارفة؟ أنا داخل من السودان، ايوه في الخرطوم. الخرطوم. ممتاز، تفضل. طيب أول حاجة، نحن منو؟ منصة الآمال التعليمية هي أول منصة تعليم عن بعد في السودان، وأول منصة غير ربحية، وأول منصة تعليم مفتوح في السودان. بتقدم دورات تدريبية مفتوحة لكل الناس. هفتح لكم الويب سايت. ممكن تكمل البرزنتيشن بعدين تفتح الويب سايت، ما في مشكلة. طيب وهي أول منصة تعليم مدمج في الوطن العربي. النشأة بتاعت منصة الآمال، منصة الآمال قامت في شهر أبريل 2019 مع الثورة السودانية. كان إنه نحن الهدف بتاعنا إنه في مشاكل كبيرة في الجامعات السودانية اللي هي ما مربوطة ممكن بسوق العمل، أو إنها في مواد تعليمية في الجامعات السودانية بتكون ضعيفة، أو التقديم بتاعها ضعيف، أو إنها غير مكتملة، أو إنه في الجامعات ما في طريقة إنه إحنا نكملها نسبة لظروف الوقت ومثلا والحاجات دي. يعني المنصة في شهر 8 بعد بدأت أول شغل لها، اختارتها هيئة الأمم المتحدة للتنمية ضمن 100 حل للتنمية في السودان. منصة الآمال التعليمية هي، هنتكلم عن التعليم عن بعد، هي تعليم عن بعد وتعليم مفتوح وتعليم مدمج وغير ربحي. تعليم عن بعد يعني يكون المتعلم في مكان مختلف عن المصدر، ودي حاليا كنا محتاجينها في الفترة بتاعت الأزمة بتاعت كورونا. بعد ذاك التعليم المفتوح، إنه نحن ما في شروط للالتحاق بالدورات التدريبية، وبتكون مفتوحة للناس كلها وحتى للجامعات وللمؤسسات التعليمية لاستخدامها على أساس نحن نطور المحتوى العلمي والمادة التعليمية. التعليم المدمج اللي هو نحن ربطنا التعليم عن بعد مع التعليم النظامي، لأنه عشان نقدر نستفيد من المميزات بتاعت النظامين، التعليم عن بعد والتعليم النظامي. لأنه مثلا نحن في الجامعات السودانية، هضرب مثال بكورس مثلا الأوتوكاد، إذا أنت دار تاخده في الجامعة، إذا أدوك مثلا من 15 ل 20 محاضرة حسب الجامعة، أنت ممكن تحتاج في الأوتوكاد مثلا أكثر من 120 محاضرة. في الجامعة ما في طريقة إنه إحنا نديك ال 120 محاضرة، لكن بيكون الكورس عبارة عن انترودكشن على أساس إنك أنت بعد تتخرج بيقوم تفتش لك مثلا مركز بتاع تدريب انك انت تتم فيه الكورس بتاعك. لكن في التعليم المدمج نحن ممكن ناخذ مثلا 40 محاضره اونلاين، بعد ذاك ناخذ بعدها محاضره على ارض الواقع، هي تكون عباره عن محاضره تكميليه للكورس اللي نحن اخذناه اونلاين، وهكذا حتى نكمل الكورس. غير ربحي يعني احنا كل المحاضرات والكورسات اللي بتتقدم في منصة الآمال التعليمية هي مجانية. في فرق بين الغير ربحي والخيري. نحن الغير ربحي يعني احنا هدفنا الأساسي هي المادة التعليمية اللي نحن بنقدمها، والثلاث أهداف الرئيسية، يعني الهدف الرئيسي مع القروش. منصة الآمال التعليمية من بدأت فعليا شهر 8 2019 لحد الآن فيها 9000 متدرب، في 21000 دورة تدريبية تم إكمالها. عندنا 450 سفير في الجامعات الحكومية السودانية، وصلنا ل 45 دولة.
بيستهدف منه في منصة الآمال التعليمية؟ بنستهدف أول حاجة الطالب المدرسي. عندنا نظام اسمه النظام التكميلي الجامعي والمدرسي، هشرحه قدام. وعندنا منصة تعليمية خاصة بطلاب المدارس. الطالب الجامعي ليه نحن دارين نعمل له تنمية وزيادة لحصيلته المعرفية في مجال المتخصص فيه في دراسته، والباحث عن العمل على أساس نحن نعمل له شنو تطوير عشان يقدر يلقى وظيفة، وللموظف العامل. واحدة من الحاجات اللي شغالة عليها منصة الآمال التعليمية عشان تحقق أهدافها هو مؤتمر تطوير التعليم، واللي هو بدأ المؤتمر الافتتاحي بتاعه في سبتمبر 2019. الهدف من المؤتمر ده هو ربط ومشاركة المشاركين في العملية التعليمية لتطوير العملية التعليمية. وكان في سبتمبر 2019 كان بحضور 550 فرد و42 مبادرة ومؤسسة، ووصل لأكثر من 2.5 مليون شخص. شارك في المؤتمر ده العديد من الناس، منهم بروف شريف بابكر فضل، بروف تاني عندنا أستاذ وجدي مرزوق، وأستاذ محمد الجيلي من MTN، وأستاذة سالي العطا مؤسسة ومديرة سودان نيكس جين، وأستاذة زينب من شركة حجار، والعديد من الناس. المؤتمر ده كان الهدف منه شنو؟ المؤتمر إنه نحن بنعمل ورش تخصصية لكل تخصص في الجامعة، على أساس الناس يتم استدعاء خبراء يراجعوا المقررات التعليمية في الجامعة، يشوفوا الحاجة دي هي ناقصة شنو، والحاجة دايرة تحديث شنو، ويتم تسجيلها من بواسطة الخبراء ديل ورفعها على المنصة عشان تكون متاحة للجميع، حتى للمؤسسة ولا للأفراد اللي هم ملتحقين في المؤسسة. وفعليا الشهر الفات بدأنا تنفيذ الحاجة دي على أرض الواقع، وهي بالتعاون مع كلية هندسة وتكنولوجيا الصناعات في جامعة السودان، إنه نحن نعمل لهم نظام تعليم إلكتروني مربوط بالمقررات الجامعية مع المراكز التدريبية ومراكز البحوث، على أساس إحنا نشوف المواد اللي ناقصة والمواد اللي عايزة تحديث ونضمها لمقررات الجامعة ونخطها في نظام إلكتروني موحد يقدر الزول يتابع فيها دراسته. حتى يعني مثلا بيكون كل سيمستر جامعي في إضافة له زي 3 لـ4 دورات تدريبية ومحاضرات بتكون مكملة للمقرر بتاعه الجامعي، بتكون اختيارية يدرسها في أي وقت سواء في الإجازة أو خلال السنة الدراسية، على أساس إنه الزول أول ما يتخرج هو يكون زول جاهز وعارف هو ماشي لوين، ويكون أبديتد مع سوق العمل. ده هو النظام التكميلي الجامعي، وهو خليط برضو بين النظام التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد والتعليم النظامي. عندنا حاجة اسمها نظام السفرة، عشان نحن نصل لكل المناطق في السودان كان لازم يكون عندنا ممثلين في كل مكان، هما السفرة، وهم الأشخاص اللي بيكونوا راغبين دائما ومتحمسين إنهم يطوروا نفسهم ويساعدوا الناس اللي حوالينهم، على أساس إنه المنصة بتكون عاملة مداهم اهتمام خاص إنها تديهم دورات تدريبية خاصة ومنح ورحلات، على أساس إنه الناس ديل هم يكونوا النواة بتاعت تطوير الناس اللي حوالينهم. عشان تكتمل الصورة لازم ندخل كل الناس اللي هم عندهم علاقة بالعملية التعليمية. وفي السودان هنا عندنا مثلا المراكز التدريبية اللي هي دائما بتكون برا العملية التعليمية، فحاولنا ندخلها مع الجامعات، نعمل ربط بين المراكز التدريبية ومراكز البحوث في الوزارات المختلفة مع الجامعات. الحاجة دي هتفيدنا كثير في تقليل الوقت والمال. كيف؟ قال النظام المدمج اللي احنا شغالين به ممكن الزول بنفس الطريقه اللي احنا اشتغلنا بها، بدل يكون في الكورس مثلا انت مطلوب 14 محاضره، ممكن تاخذ منهم مثلا 7 اونلاين و7 في المركز، وكده هتخفف الزمن بتاعك يا عثمان. خلاص فحاول انجز سريع عشان تقدر تورينا الويب سايت. نعم ايوه انتهيت. عندنا حاجه اخيره اللي هي التطبيق بتاع المنصة. التطبيق بتاع المنصة فيه أكثر من 132 أداة مدمجة كأحد أشمل أنظمة التعليم عن بعد في العالم. الشراكات والتعاونات مع المنصة دائما مفتوحة بدون شروط، وشاكر لكم جدا. وده الموقع الإلكتروني الخاص بالمنصة. وقف الشير وشغله تاني عشان نقدر نشوف الناس شايفين الباوربوينت لسه. اوكي
ده الموقع بتاع المنصة. الانضمام بيكون بخطوات بسيطة اللي هي زيها زي أي موقع إلكتروني. كده ارجع الحته بتاع الشراكات مع الجامعات دي. الجامعات دي هسه شغاله بنظام كوريتو في اثناء وقفه الجامعات ولا؟ ايوه الجامعات دي نحن عندنا معاها تعاقدات انه نحن هنطبق النظام التعليم الالكتروني فيها. اللي بدت فعليا هي جامعه السودان، جامعه المشرق وجامعه مراوي حاليا في وضع التطوير، غالبا اقل من اسبوعين يكونوا الموقعين رن شغالين ان شاء الله. يعني قصدي هسه في زول بيستخدم المنصة بتاعت الآمال حاليا في تعليم إلكتروني في السودان جامعة. ايوه جامعه السودان كليه هندسه وتكنولوجيا صناعات أوكي، دي ده حاليا بالضبط شغاله. السؤال. ممتاز، تمام، ايوه شكرا جزيلا لك عثمان، العفو، تقديم تسلم ممتاز لك انت. جدا، شكرا. طيب هنمشي للمنصة اللي بعدها، منصة أبي دبل. طبعا ده أعتقد إنه إله نوبي، مش كده عمر الحاج؟ باشمهندس عمر، عمر الحاج تفضل. ايوه كده، السلام عليكم يا دكتور، كيف احوالك؟ عليكم وكيف السلام ورحمة الله، شرف، كيف صحتكم؟ تفضل. ان شاء الله طيبين. الله يكرمك يا اخي، يديك هو العافية. طبعا بحب اوضح لك انه في فرق بين نوبي وبين كوشي. حلو. الحضاره هي الاسم المسمى الصحيح، الحضاره الكوشيه، النوبيين جو لاحقا، فهو اله معبود كوشي من اوكي. فتره مروي. مفهوم. تفضل. تسلم كثير. طبعا يعني التسميه، انا ما كنت عارف انه اصلا في جمعيه تعليميه او جمعيه فكريه كانت اسمها بدماك. اكتشفت الحاجه دي بعد تسميه الموقع، ما كانت عندي فكره نهائي، بس لانه انا باحث في التاريخ السوداني القديم، فكان بالنسبه لي انه انا اربط الحاضر بالماضي على اساس انه نقدر يعني يكون في انتماء لجزء الانسان السوداني للسودان نفسه اكثر من اي حاجه ثانيه برا. فمن هنا ممتاز. جت طيب الفكره. انت داخل من وين؟ وري الناس عشان يعني برضه يكونوا عارفين. معذره، الاسم عمر الحاج عبد الحفيظ عمر، مهندس بترول شغال في تكساس، حاليا داخل مدينه سان انطونيو تكساس، وباحث في التاريخ السوداني القديم، وما عندي اي علاقه بالاي تي. الموضوع بتاع هاي المنصه، لانه انت لو رسبتها قلت انت مدير تنفيذي لشركه بتاعت حفريات ولا حاجه زي دي، مش كده؟ انا الشركه مالكه لشركه اسمها اوبتيمال فراكشر كونسلتنت، اللي هي شركه بتقدم استشاريه في التكسير الصخري اللي هو هيدروليك فراكشرنج في ولايه تكساس ممتاز هنا. ممتاز. يلا فده كلمنا على البروفيشن المنصة. بتاعي، ده البروفيشن بتاعي العملي. اما بالنسبه للاخطبوط في اي حاجه، تاريخ، سياسه، اي شيء. ممتاز. ففكره المنصه، اهم حاجه نقدر نعرف فكره المنصه دي بالنسبه لنا احنا جات من وين. في طبعا الفتره بتاعت البانديميك دي، الفتره بتاعت الجائحه الكورونا، الاولاد الصغار الابتدائي رجعوهم البيت، طبعا قفلوا المدارس واي حاجه، لكن حول التعليم طوالي اونلاين. يعني ما كانت عندهم مشكله انه يحول من التعليم التقليدي للتعليم اونلاين بطريقه بتاعت يعني اقل من كم يوم. طب كل المدارس تحولت اونلاين، مع انه التعليم الالكتروني ده موجود في الجامعات يعني له سنين طويله، لكن ما كان موجود في المدارس الابتدائيه. فالحاجه دي نبهتني نقطه، طيب احنا في السودان قاعدين نعمل في شنو؟ يعني الشباب السوداني حاليا اثناء الجامعه دي استفاد شنو من الزمن؟ يعني هل في اي حاجه تدريبيه؟ هل في دورات؟ هل في مواقع؟ ما لقيت. يعني للاسف هسه يا دوب عرفتها بمنصات موجوده في السودان، ما كان عندي علم بها يعني قبل كده. ده الهدف اصلا من الجلسه دي، انه الناس تشوف بعض وتعرف بعض تسلم وتتعاون يا في دكتور، نهايه والله حاجه المطاف. مثيره جدا جدا. يعني يديك العافيه عمر، تفضل. 63% حسب الاحصائيه الموجوده، الاحصائيه التقريبيه الموجوده في الموقع بتاع سي اي اي الامريكي، بيتكلم عن 63% من الشباب السوداني ما دون 24 سنه، ما يعادل 28 مليون سوداني ما دون 24 سنه. ال 28 مليون سوداني ديل او جزء منهم وين كانوا في اثناء الجامعه؟ هل استفادوا؟ هل ارتقوا بمستواهم التعليمي؟ هل ارتقوا بمستواهم الاكاديمي ولو ل1% اثناء الجامعه دي، اثناء ما الناس مقفول البيت؟ للاسف لا اعتقد ذلك، لانه ما عندنا تعليم الكتروني. ال ام اس اللي هو Learning Management System ده ما عندنا حتى لو يعني اسيا دوبنا عرفت انه موجود منصات، لكن حتى لو كان عندنا عالميا حاليا في اشكاليه اللي هي عدم اكمال الدورات التدريبيه.
يعني العالم كله بيلقى انه بيشاركوا الناس بتحمسوا بيخشوا الدورات، لكن جزء كبير تدروب اوت، جزء كبير بيخلي الدوره ما بتكمل. بقت هنا الاشكال في دراسات هسه بقت تمشي النقطه بتاعت انه ليه الناس ما بتكمل الدورات، اللي بيخلي الاسباب شنو الناس ما تكمل الدورات. احنا يعني في منصه بتاعت ابد مات التعليمي ده حاولنا بقدر الامكان نشوف الدوره ذات التدريبيه من منظور الشاب السوداني، واحنا طبعا ما مركزين على دورات تعليميه لانه في مجموعه من الشباب والاخوه نبهوني النقطه بتاعت يا عمر في فرق بين دورات تدريبيه ودورات تعليميه. الدورات التدريبيه التعليميه تنطوي تحت الاكاديميه، دورات الماتلاب، اوركاد، برو انجينير، دورات بتخصص بالمايكروسوفت مانجمنت، الحياه السيرتيفيكتس كلها دي دورات تعليميه، لكن احنا مركزين على الدورات التدريبيه بتاعت رفع المهارات. كيف تلقي خطاب ناجح، كيف تتكلم في وسط اجتماعي يعني علمي، كيف كيف يعني عندكم مبادئ بتاعت علوم سياسيه، تعرف مبادئ بتاعت قانون دستوري، حاجات بسيطه تقدر ترفع من مستوى الانسان السوداني الشاب السوداني ده، ترفع من مستوى قدراته ومهاراته، يقدر يعرف يتكلم في وسط يكون طبعا الكلام الحديث في وسط بتاع انه اكاديمي مختلف من الحديث بتاع وسط مع الشباب، مختلف من وسط بتاع مجلس شعب، هذه كلها يعني دي المهارات هنا بتختلف. فاحنا يعني المجموعه بتاعت الشباب بتاعت منصه ابد ماتن اللي هو مؤمنين بانه رفعه السودان ونهضه السودان ومستقبل السودان تكمن في شبابه، دي يعني لا يختلف لا يتناطح حولها عنزان. لكن للاسف منو انفستد في الشباب السوداني على سنه بعد 10 20 سنه الشباب ده نفسه يقود وطن بحجم السودان؟ للاسف حاليا ما في. فأتمنى أنه يعني كل المنصات ومنها منصتنا دي تكون يعني شرارة خير على أساس أنه نقدر نرفع من مستوى الوعي الشباب السوداني، لأنه رفع مستوى وعي الشباب السوداني كله بأجمله منه يعني نهضة السودان المستقبلية. يعني في خلال 10-20 سنة الجاية 63% 28 مليون شاب سوداني دل هم اللي حيحكم السودان، هم اللي حيحكم السودان سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. فلازم يكون يعني نتأكد ونطمن إنه مستوى وعيهم الثقافي والاجتماعي والسياسي كله يكون يعني ارتقى لمستوى حكم وطن بحجم السودان وتعقيدات السودان. فدي الفكرة الأساسية اللي انبثقت منها منصة أبد. عندك برزنتيشن هتقدم ولا هتودينا البرزنتيشن؟ انت اديتني 7 دقائق، 7 دقائق دي يعني انت اخذت في الانترودكشن زي 3-5 دقائق تقريبا. السبع دقائق دي كلها هتكلمها لانه المنصه موجوده فوق اللي هي https://www.abedmat. لا ما هتعمل ديمو، ما هتودي الناس تشوفوها. لا بس بدايه المقطع هنا فوق. اي زول ممكن يخش على الموقع ده وحيلقى اي الموقع، طبعا موقع فيري بيسك سهل جدا جدا، والتصميم بتاعه ابسط ما يكون، ما في اي تعب. الهيدرز بتاعه انه 5 الرئيسيه، من نحن للتواصل معنا، تصفح الدورات، حاجه سهله جدا جدا مبسطه عشان نبتعد من تعقيدات المواقع، وان الواحد يخش الموقع ويضيع وما يعرف يعمل شنو هنا وهنا. الموقع ده يعني حاليا جاهز يا دكتور، يعني مكتمل. حاليا احنا في مرحله وضع دورات تدريبيه، وتواصلت مع مجموعه كبيره من الشباب والدكاتره والبروفات والمهندسين، وما شاء الله في ناس اشتغلوا، في ناس يعني دوراتهم اكتملت. يعني عندنا باشمهندس كده اتكلم، باشمهندس ساجد كمل دوره بتاعت اساسيات الحاسوب، وعندنا الفنان المحترم لؤي محترم برضو قدم دوره عن الاستلاب الفكري، وعندنا بروفات تانية يعني برضو شغالين في دورات حاليا. ففي مجموعة كبيرة من الدورات التدريب ده الموقع مش كده؟ ده الموقع يا دكتور، ده الموقع. أي شفت يعني موقع very simple، موقع بسيط جدا، ما في أي تعقيدات بتاعت مواقع تانية. وأنا أتمنى الناس المشاركين أسف في البرزنتيشن ديل لو حابين أي خدمة من المنصة، اعتبروا المنصة دي بتاعتكم. المنصة دي أنا لما اشتغلتها يعني منصة مجانية لتقديم خدمات للشباب السوداني كلهم. اي زول فيكم، اي زول شايف ان المنصه دي داري يستفيد منها بطريقه ما، يا ريت تتواصل معي. انا ما عندي اي مانع انه المنصه دي تكون تحت امركم كلكم يعني. طبعا عشان في مجموعه من المنصات هنا حتكون منصات ربحيه، احنا جس للمعلومه المنصه دي لرفع المهارات، يعني ما منصه لتدريبات، ما فيها كورسات اوتوكاد، ما فيها حاجات معدده، حاجات أكاديمية، دي جس رفع المهارات البسيطة للشباب السوداني. فدي ما حتعارض أي منصة تانية، وأتمنى أن الشباب تدريب. أيوه تدريب، يعني بس مهارات الشباب المحتاج يضع فيها دورة، محتاج ياخد جزئية، عنده طلب عاوز يجيبهم، عنده كورس عاوز يدرس فيها في المنصة دي، المنصة دي حقتكم يعني. أنا
ممتاز. أكثر من كده أقول شنو؟ لا ما أقول شيء. شكرا جزيلا لك، يعني برزنتيشن خفيف ولذيذ وانسيزياستيك وباشنت، يعني واضح انك انت يعني دريفن بالحس الوطني يعني. شكرا جزيلا لك عمر، وحنقعد زي ما قلنا بعدين حيكون في الوقت بتاع الدسكشن، هسه حندي يعني احنا الفرصه للزول المقدم بعدك اللي هو مهندس الفاضل فاضل مصطفى فاضل. فاضل تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا الفاضل مصطفى، مبرمج سوداني. نعم. زي ما قلت في المنصة، أنا بحلم إنه التعليم يكون بالمجان. تمام. ما شاء الله شايف إبديمك، ما كنت عارف عنكم، ما شاء الله والله شكله كلام سمح، كلام زين. المنصة سودان إيديو هي الفكرة منها بسيطة جدا، زي ما قال الأستاذ عمر إنه في العالم كله في أماكن الناس بتقرأ منها بتتعلم منها لكن بقروش. وأنا زيه زي باقي السودانيين، كان وقت تحاول تكون داير تقرأ حاجة الموضوع بيكون مفروض تدفع قروش، يعني منصات كبيرة عالمية لو داير تقرأ حاجة مفروض تدفع قروش، لو داير تنزل كتاب مفروض تدفع قروش. تمام. وطبعا من حقهم أصحاب المواقع وأصحاب الكتب دي إنه يدفعوا قروش لأنهم تعبوا فيها. فالفكرة من المنصة شنو؟ الفكرة من المنصة إنه الناس تقدر تنشر العلم وتتحصل عليه بالمجان. المنصة ما مقتصرة على الجامعات، ما مقتصرة على أصحاب البحوث العلمية، ما مقتصرة على الأساتذة والدكاترة والبروفات. المنصة هي لأي زول عنده محتوى، يعني حتى لو كان طالب عنده تيتوريال عاوز ينزله حاسس إنه في زول تاني ممكن يستفيد منه ينزل. كل الصيغة الممكنة للمحتوى متاحة إنه الواحد ينزلها. عندك فيديو، عندك دوكيومنت، عندك URL of existing page. أي صيغة أنت بتقدر توصل بها المعلومة. تمام. حتى لو الصيغة نحنا ما مدعومة، إن إحنا هنعمل لها converting ونزيل عندنا في الموقع. تمام. الموقع طبعا من الفري، اللي واضحة إنه هو موقع مجاني. تمام. فأنا ما داير من زول فيه قروش، يعني هو ما أنا ما حطلب من زول قروش. لح يحصل charging حاليا، لح يحصل charging في المستقبل. هل ال اللهم صل على سيدنا محمد، هل يعني الاشتراك والتواصل معنا عشان تنزل موقع او عشان تنزل محتوى حاجه مكلفه؟ لا، منزلين كونتاكت اس، تواصل معنا نزل المحتوى بتاعك. تمام. وان شاء الله المحتوى يتعرض. حاليا الايميل لاي زول دايره ممكن ننزل الايميل بتاعنا. انه عندك برزنتيشن ولا لا يا فاضل؟ موجود برزنتيشن. يا ريت عشان برضو نشوف الناس يكونوا متابعين معك الفيجوال زي دي. هل هنا انا شفت الويب سايت بتاعك هسه انا واقف فيه، فلو عندك برزنتيشن اعمله انت تفضل. تمام. داخل من السودان انت فاضل مش كده؟ لا، ما داخل من السودان، انا في المملكة العربية. اوكي. العربية السعودية. شغال هناك، مقيم هناك؟ ايوه. شغال في مجال الاي تي وكده ولا؟ ايوه انا سوفت وير ديفلوبر. ممتاز. ظهر معكم الشاشة حاليا؟ ايوه واضح، تفضل. تمام. ده دعونا عن الموقع سودان اي دي يو فري ايديوكيشن. تمام. ايش هي المنصة؟ هي
platform to allow sharing knowledge for free without charging the instructors or the learners. Okay, no charging. Simple as that. شنو ممكن يكون في ال في ال في الموقع؟ courses, tutorials, documentation, tests. يعني أي زول عنده أي محتوى عاوز ينزله هو المحتوى متاح له إنه ينزله عندنا. منو اللي الانستراكتورز اللي المنصة دي تارجت لهم؟ الجامعات والكليات، المدارس، الباحثين والأساتذة، التكنيشنز، الاي تي بيبل، انجينيرينج بيبل، سكول تيتشرز، تمام، او حتى الطلاب. يعني ما في ما في ما في ليميت، ما في ليميت اللي ما في حاجه هي شويه، ما في معلومه هي شويه، اي معلومه في حد بيقدر يوصلها لنا خلاص. نحن سعيدين جدا انه ننشرها ونشيرها مع كل الناس. الليرنرز زي ما قلنا اي حد هو 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 عاوز يوصل للمعلومه. وبس دي المعلومات عن المنصه. ممكن اعمل لكم ديمو صغير تشوفوها. تمام، شايفين معايا المنصه؟ واضحه هي، واضحه. تمام، دي الصفحه الرئيسيه عن المنصه. ما في حاجه، ما في اعلانات، تمام، ما في interruption في اي حاجه. العلم معرفه للجميع، انشر الكورسات بالمجان، تعلم بالمجان. ممكن تدخل على المنتدى، تدخل على الكورسات اللي عندنا، ممكن تشوف الكورسات الموجوده حاليا. في ناس تفاعلوا معانا ونزلوا كورسات، تمام. وحاليا المنصه وصلت اكثر من 1000 يونيك فيزيتورز، 1000 مستخدم للمنصه من اكثر من 27 دوله. يا كم 200 كانت اسس الويب سايت ده؟ الويب سايت حاليا عمره شهر ونص. اوكي، تمام تمام. في حاليا كورسات نزلوها الفيرست ريسبوندرز عندنا، في خطوات للاختراع، اودو بالعربي، واساسيات الحاسوب. وفي كورسات ان شاء الله حتنزل في الفتره الجايه. ما شاء الله شايف الشباب السوداني ناس، يعني الناس اللي عندي اول ناس نزلوا ديل، وفي ناس بعدهم، استاذ محمد محجوب، باشمهندس محمد عبد الواحد، باشمهندس ساجد عادل. الناس دي تفاعلوا سريع مع المنصه وجهزوا المحتوى بتاعهم ونشروه عندنا هنا، تمام. وما شاء الله شايف في 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 ناس كتار بدوا ياخذوا الدورات دي، تمام. انا بتابع اللوج بتاع الناس اللي بتدخل والناس اللي بتاخد دورات والناس اللي بتكمل دورات. عندك فريق عمل يا الفاضل ولا براك؟ براي حاليا. أوكي. حاليا براك، لكن الفكره ان شاء الله في المستقبل انه انا حاليا بشوف الـ القبول الناس للموقع وكده. في المستقبل حيكون في فريق. طبعا حتى لو كان في فريق، في يوم من الايام الفكره بتاعت الموقع والحاجة اللي بيقدمها والحاجة اللي أنا ماشي عليها والحاجة اللي أنا عاوزة تكون، إنه أنا ما حادي زول قروش عشان يشتغل في الموقع ده، ولا حأطلب من زول قروش عشان ياخد دورة في الموقع ده. كله للناس اللي عندهم طموح وعندهم شغف للتعليم المجاني والفكرة بتاعت openness and sharing، تمام. بعدين حنجيب ناس يكونوا هم الأدمنز على المواقع دي، وإن شاء الله الجامعات والمعاهد تستجيب لنا وينزلوا المحتويات. ممكن ينزلوها بالمجان، يعني ما بتكلف معهم حاجة لو نزلوها. في محتويات كثيرة، في محاضرات أنا قريتها في الجامعة، محاضرات حلوة جدا، يعني لو قدرنا ننزلها ما حتكلف الجامعات إن إحنا قريتنا حاجة خلاص، لكن حتخلي. قريت وين فاضل؟ أنا قريت في جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، كلية علوم الحاسوب وتقنية المعلومات. طيب، شكرا جزيلا لك. انا في حاجه دار اقول لك انه المجموعه بتاع الباحثين السودانيين في عدد الاعضاء بتوعنا الاكثر من 600,000، في ناس اكسبيرتس في الاداره ورياده الاعمال، وحتى في مثلا زي اخونا هيثم كاشف وهو ضمن المجموعه بتاع السودان نيكست جين.
ديل بيساعدوا في الاجايل، بيساعدوا في البيزنس موديل، بيساعدوا في الى اخره في تطوير الرؤى للبيزنسز. فلو انت الرؤيه بتاعتك لسه ما مكتمله للموقع ده ولا كده بتاعت السستينابيلتي عشان امشي لقدام، ففرصه برضو انه يعني تستعين بالخبر الموجودين في المجموعه زي ما انت بتقدم يعني خدمه للمجتمع، خدمه ممتازه جدا الله يديك الصحه والعافيه عليها. في ناس ثانيين عندهم خدمات ممكن يقدموها لك عشان تقدم خدمتك بصوره افضل. فكتر خيرك، احنا هنمشي للمنصه اللي بعدها. المهندس احمد داود، باشمهندس احمد، احمد داود ده اخوانا وينه؟ طيب لو ما في احمد هنقوم نطوال نمشي للباشمهندس هشام بابكر. باشمهندس هشام، السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه، هلا بالغالي. كيف يا بروف؟ الله يديك الصحه والعافيه، الله يكرمك يا رب. اليوم الليله ده يعني الليله دي يعني من اسعد ايامي، القى شباب صغار مهتمين بالاي ليرنينج وشغالين على رفعه البلد، وده هوسي وهاجسي انا برضو. يعطيك العافيه. زي ما شايفين الاسم اي بي يونيفرسيتيز. احنا ما عم شير السكرين، ما ظهر السكرين. اوكي، رغم انه كنت داري اتكلم اكثر عن حاجه. طوالي خذ راحتك بس أيوة. في وزير التايم بتاعك. ايوه، اي بي يونيفرسيتيز هو ايفوليوتد من اي بي سكولز. لسه الفكره يعني ليت بس لو اديتنا فكره يا باشمهندس عنك انت شخصيا وقاعد وين. اوكي طيب انا يعني خبرتي كلها في الاي سي تي، وخبرتي ما بدت من الجامعه، يعني انا عندي لاب وانا طفل من الابتدائي، بشتغل حاجات كثيره جدا. الشغل بتاع الاي سي تي عملنا راديوز وعملنا حاجات اساميه كده صعبه، لكنها شغل بتاع اي سي تي. قبل اسم الاي سي تي ما يظهر از اي سي تي، لكن الشغل بتاع الالكترومغناطيك ويفز اشتغلنا فيه كثير ولينا فيه اكسبيرمنتس، وقدرنا نعمل شغل بتاع كيورينج يوزنج الكترومغناطيك ويفز بدل ما يكون هيرتز وكيميكلز، واشتغلنا فيه وقدرنا نعالج النزله في 20 دقيقه النزله، وهي فيروس لانه عملنا معاها ما معامله بيولوجي، معامله فيزيكس ولا فلك ولا كده، لانه الفيروس مخلوق متخلف ما عنده الانتنشن عشان يعرف دي الكبد يقوم ينزل فيها يسموها الكبد الوبائي، يكون حاجه مع البلد فلو والحياه دي، لكن معناها في فورس اوف اتراكشن. فغيرنا الكونسيبت، غيرنا النظره وعملنا اكسبيرمنتس. اكسبيرمنتس يا باشمهندس، نتائج مشهوره. باشمهندس هشام انت زول عندك أيوة. خبره طويله جدا جدا، يعني صراحه انا من الناس اللي كنت مبهور بهم، وكنت مبهور اكثر بانه زوجتك جنبك وانك كنت عندكم لابراتوري في البيت. ايوه نعم. باشمهندس اماني كيف احوالك؟ وانكم انتوا احتمال الزوجين الوحيدين في السودان اللي انا بعرفهم الشغالين مع بعض يعني، وفي كلوز بروكسيميتي واللابراتوري بتاعه في البيت، وعندهم سوليوشنز مش فقط للموقع ولا مدرسه ولا جامعه، انما لكل السودان. فنحن البرزنتيشن بتاعتكم بالمناسبه بنعايلها بصوره كبيره. انتوا الاثنين كنتوا شغالين في الامم المتحده مش كده؟ نعم. وعملنا سيستم بتاع اتش ار وبيرول، ووافق عليه يكون كوربوريت سيستم، قاتلنا يعني عشان يبقى لانه كان ممنوع، والسيستم اب ان رانينج من 2002 تقريبا. يا ريت تعدل الكاميرا بس لانه اماني ما ظهرها، او تعال شويه كده. الزوجين الرائعين تمام. فدارين نعرف عن الاي بي يونيفرسيتي، وكان في حاجه قبلها اسمها اي بي سكولز. نعم، فعليك الله ووكس ثرو ذا سيستم، خلينا نشوف. اوكي، اي بي يونيفرسيتيز الفكره حقته انه هو اي ار بي كور سيستم للجامعات السودانيه كلها مع بعض في داتابيز واحده. ما
بعدها بيكون عندك ممكن تسميها اي مانجمنت ولا اي كنترول بتاعه اليونيفرسيتي اكتيفيتيز، تعمل اي حاجه ما يخص الجامعه. في يعني في زي 9 موديولز اسيستنا اللي هو بيمسك حسابات كامله ما نقص اي حاجه فيها، ودي عملناها وناس كانوا شريرين جدا جدا ما بيقبلوا اي حاجه، لكن مش من اي البرفكشن بس حسب، كانت معي ممتازه جدا. HR payroll system complete، بعدين اشتغل multi currencies لانه دخل عملنا لناس اليو ان، فمثلا الويكندز عندنا خميس وجمعه في افغانستان، جمعه اظن وسبت، وفي كينيا سبت واحد، والكرنسي ديفرنت واشياء زي دي، حتى اللغه ذاتها ديفرنت. وعملنا payroll system يعمل لكل دول حاجته بدون ما تحس انه في دول معك، وتعمل زومينج من الكنتري السودان للاري اوفيس دارفور، وتخش يعني انسايد دارفور تمشي نيال، وفي نيال هبيل، وفي هبه في هبيل الاي سي دي، الدور بتاع الاشعار شغال هناك بس بيشوف ديل الموجودين الاربع خمسه افار في هبيل ديل. فالسيستم كان ناجح جدا وكان ممتع. ده بتاع الاشعار وخيرون. في ثاني الشغل اللي بخص الجامعه اللي هو قبول وتسجيل والمواد الدراسيه والكريدت اور، فكل ما يخص دي يعني ما حشيت فيها كلام كثير لانه ما في دول هنا ما قال جامعه، كلهم عارفين لما يقولوا جيب ايه وكذا ده شنو المقصود، دي مغطيها كلها. فبعدك في ثاني سيرفيسز لاي معامله اخرى، ان شاء الله جوك ناس قال لك احنا ضعيفين في الرياضيات دايرين لنا كورس، لانه المدرسه دي تجاريه ما بتقول لهم، بيقول لهم ايوه جدا، بتاخذ اسامون بتعمل لهم الكورس يوبيل ذم وتخش الخزنه. في برضه ضيف السيرفيس في ستوك كنترول عشان يقدروا يعرفوا الأحماض والأملاح، خاصة الناس الكيمياء إنه دي مشت وين، ما يكون في يعني كومبوزيشن بتاع فراي نوتروتولوين تهرب ولا كده، يقدروا يكونوا عارفين أي حاجة. ده جانب كبير بتاع ERP، وزي ما قلت لك إنه هو لكل الجامعات السودانية في داتابيز واحدة، وعملنا زي تيست مثلا خشيت جامعة الحكومة ديل ما شغالين، لكن يمكن واحد بتشوف المسألة دي. بعدين دي واحدة عملناها نحن عشان نعمل بيها تيست، يعني ما ندخل داتا حقت ناس وكذا. ممتاز. ايوه. فدي المسألة هنا يهو البداية الشيء الستاندر بتاع انه عاوز يسجل، لازم يتور انت تسجل في جامعة. وبعدين دي الا تكون دي هنا عشان الباسورد لو ضاعت منك. بعدين ما في انتحار شخصية الكتروني لليوزر، لانه الباسورد ما بيدك للادمنستريتور، بل الادمنستريتور بكون عارف الباسورد حقك ذاته. بعدين الليفل بتاع السكيورتي ما يعني ما عن الجوب، عن البيرسون هيمسيلف، لانه ممكن يكون عندك سكرتيرات اثنين كل واحده الجوب حقتها بديفرنت، بتختلف من الثانيه. حتى دي ذاته عملنا زومينج داون، يعني مثلا انت محاسب في الخزنه وده محاسب، لكن واحد صراف ممكن تاخذ له ليميتس، ممكن تاخذ له ساعات، يوم الجمعه ما يكون شغال، يوم الاثنين ما يكون شغال، يعني تخط اي كويري انت عاوزها، لكنها زي بقت كومبليكيتد طوبس رفعناها، لكن ممكن تمام. طيب باشمهندس، هل ممكن تمشينا بس بسرعه كده في السيستم كله؟ يعني أيوة. يعني الطلاب وضعهم شنو؟ الاساتذه وضعهم شنو؟ الادمنستريتور الجانب اللي بخص الجامعه هو المانجمنت حق الجامعه كله. وبعدين في الجانب بتاع الاي ليرنينج، ده الكنترول بتاع الاي ليرنينج بتاع الجامعه بالنسبه للطلاب. هنا بتعمل ابلود للمواد حقتك، هنا دي يعني شوف الاداء بتاع الاساتذه منو شغال ومنو ما شغال، خاصه في جائحه زي دي الكنترول حقها صعب، عملنا لها شاشه بتعرف عدد الساعات الشغالين بيها. هنا بتعمل زي الفيرتشوال تايم تيبل، لانه الشغل حق الاي ليرنينج ده يعني بتحدد الساعات المناسبة ليك بعد ما تشاور فيها الطلاب والإدارة. ده الويب بيز أبليكيشن. الطالب بيكون عنده موبايل أبليكيشن. الموبايل أبليكيشن ده بيقدم له كمية من الخدمات. من الخدمات اللي بتقدم اللي هي موضوع الليلة هي شغل الإي ليرنينج. بقدر أشوف لو في فايلات أبلودد PDF، لكن دي كلها أتاشت مع المادة المعينة، لانه انا لازم اكون في كليه معينه في تخصص معين في باس معينه في سمستر معين. عندي رقم جامعي. ايوه الاندكس نمبر طبعا هو الكي اصلا لانه يونيك، ده عشان الدخول.
لما انت اي خاشيه دوب بعد ما تعمل انستوليشن للاي بي كي بتحط الاندكس نمبر وفي باسورد هتبدا تديك ليها ليتر اللي انت هتغيرها. بعد ذاك هنا بيعمل اوثنتيكيشن. لو لقى الشيء القطط ده صح طوالي بيجيك اللوجو بتاع الجامعه وبيجيك صورتك واسمك واسم الكليه وتخصص الى اخر الحاجات دي. بعد ذاك بيدخلك في الشاشه حقت الخدمات. يعني قلت لي الزوم 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 سيشن اللي انت بتخشها من هنا طوالي مش كده؟ ايوه يعني هنا في الشاشه دي يعني في خدمات يعني اونلاين دي كانت نحن شغالين بيها اسمها سوا طول كده كويسه جدا. بعدين ما عاوزه في بي ان برضه هي لايت فكنا شغالين بيها. لما شفت الزوم عجبتني الزوم يعني within one hour انا قدرت اضيفها هنا ده في السيستم. عامل زي نظام بلاج اند بلاي زي مقسم كل حاجه اراوند يعني. طيب يعني السيستم الان موجود في لوكال هوست عندك انت، هل موجود في ويب سايت برا؟ ايوه موجود في امازون عندنا سيرفر هناك في امازون اي دبليو اس. ايوه 5 تيرا. وبعدين السيستم ده عليه ريكوست عالي جدا من اثيوبيا ومن كينيا لكن ديالك عاوزين انه عشان الادوكيشن يعني الهدف حقه ما زي حقنا نحن عشان الاي بيمنت بيطلعوا فيه بورشن يعني مثلا بتاع قروش. حتى هنا في السودان حاولوا الناس تخش معايا لكن زي دايرين يجروا للتجاره والسيستم ده هو مجاني. وانت بتقدم مجاني؟ ايوه السيستم ده مجانا لكن برضه في وين وين سيستم. يعني انا اصلا الفكره الانسبيريشن جات بنتي كانت بتاخد مشوار بعيد وتمشي الجامعه بيقول لها المحاضره الليله ما جا الليله حصل كده حنعمل كده يعني مشوار ومويه والرزق حق الشارع وتعب ارهاب وهي ذات مرهق جدا جدا لانه زي يعني عندها لاب بتاع 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 فيزيكس والشغل حقها برضه نحن عادينا بحاجه زي دي. ما عارفه دي كويسه ولا غلطانه. فقلنا انه المساله دي ممكن انت تعرف على طول يعني انه هل المحاضره قايمه ولا ما قايمه ولو في شيء ما تمشي المشوار ده عشان تصور الشيء عمليه داونلود. باشمهندس هشام انا طبعا دارين نسمع من اماني اللي هي الشريك بتاعك في الموضوع البروسيس الزوره بتاعت الاداره اللي قلبت بقت مهندسه كبيره جدا. اماني كده كمل لينا في باقي السيستم ده. طيب شغالين وسويتوا مش كده؟ ده ما يلي التعليم الالكتروني في الويب سيستم اللي هو بتاع الجامعه بتدير شغلها. يعني اسس الجامعات عموما الناس اللي شغالين بالانظمه زي زوم وزي تيليجرام ما عندهم مانجمنت سيستم. بيعملوا جروبس ولا بيعملوا انفيتيشن للطلاب بيعملوا يعني كلاس وبيعملوا بيدعوا الطلاب خارج نظام اداري. النظام حقنا ده اللي هو اي بي يونيفرسيتي ده بيخلي الجامعه كل التدريس يحصل اندر كنترول لانه الاستاذ اللي بيدرس ده سواء كان متعاون او استاذ يعني دائم شغال مع الجامعه او العميد مسجل في قاعده بيانات شؤون العميد. وناس الشؤون العلميه وزعوا له مقررات دراسيه بحسب السمستر وحسب الدفعه. اذا اوتوماتيكلي هو بيكون عنده يوزر نيم وباسورد بيقدر يخش يدخل محاضراته للطلاب في محل التعليم الالكتروني. فكانه التعليم الالكتروني هنا في السيستم ده بيدي اكسس للاستاذ بطريقه معينه ومدروسه بعنايه عشان ما يخش لي زول من برا الا اذا كان هو دار يدي اسمه وباسورد لزول ثاني. دي حاجه ثانيه لكن السيستم ما بيسمح له. بيقوم بيجي بخش بيلقى بس الحاجات اللي هو المفروض يدرسها التخصصات. نعم النت شكله شويه كده وقف من عندكم. فانا صراحه الليله يعني قبل كنا بنعمل في ريهرسلز اساس انه نعيد للجلسه دي وكنت فاسينيتد يعني صراحه كده. بص قلت لي نعم اعمل ابلود للمواد الدراسيه سواء النت شكله من عندكم الشبكه قاعد تضعف استاذ اماني. فنحن هنقوم نخلي الجزء الثاني بتاعكم ده بعدين للمرحله بتاعت النقاش والاسئله والاجوبه. حاليا هنقوم ندي فرصه لاحمد داود. احمد داود يقدم البرزنتيشن بتاعته. احمد داود تفضل. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. انوار وعلى كل الباحثين السودانيين وعلى كل اليوم في المنصه الجميله دي
صراحه اليوم اتعرفت على ناس رائعين جدا جدا جدا. قبل ما اتكلم عن البرزنتيشن، انا سعيد جدا انه انا في وسطكم. طوال حبدا الشير سكرين بتاعتي. تفضل. طبعا مبادرة اسمها نيكست ناو، لقينا نيكست ناو كثيرة موجودة في السودان، فاسمنا سميناها AI Soft. فالاسم يعني صراحة لسه فاكر فيه. بسم الله. دي نبذة بسيطة عني، أنا Software Engineering في نفس اللحظة أستاذ جامعي. يلا احنا في مبادرتنا دي يعني احتمال ما زي باقي المبادرات، احنا قاصدين الأستاذ الجامعي، يعني ما هندرب الستودنت، ما قصدي مبادره تكون عامه لكل الممكن يخش اي زول عن طريق اونلاين، لا احنا ندرب التيتشر لانه احنا اعتقادنا انه راس السهم. اذا الاستاذ كان مكتمل فممكن كل الطلبه اللي اقدر ادربهم اقريهم رساله مكتمله، لانه التدريس عباره عن رساله ليست يعني جوب، يعني ما وظيفه يعني زول فقط يدي عليه ويمشي، لا هي عباره عن رساله مكتمله. احنا هنركز في انه التدريس، لو لاحظنا دائما الاستاذ بيكون فاكر انه عنده مشكله كبيره جدا ما قادر يحلها، لكن بعد مرات تلقى المشكله is very simple، يعني ما داير اي تعقيد. فبنحاول قدر الامكان نخلي الاستاذ يكون، انا ممكن اعمل فول سكرين. الاستاذ، مشكله الاساتذه الان في السودان منقطعين تماما من السوشيال ميديا، انا ما حقول الكل، انا حقول نسبه كبيره جدا منقطعين، اساتذه بذات الجامعيين واساتذه الثانوي واساتذه الاساس منقطعين تماما. يعني ممكن يكون الفنانين معروفين اكثر منهم في السوشيال ميديا، مع انهم هم اللي بدوا الرساله الاهم في السودان الان. عندنا الان احنا قدرنا نتمكن انه الاستاذ ندخل جوا السوشيال ميديا، حنقول الافكار الهادفه للستودنت عن طريق سلسله من التغيرات اللي تحصل في السودان ان شاء الله. عشان كده مركزين انه عشان نقدر نصيب الاهداف بتاعتنا، عارفين المشاكل اللي بتواجهنا في السودان احتمال معظم الناس تطرقوا عليها. اول حاجه عندنا مشكله بتاعه التايم، ما في اداره نهايه الزمن في السودان. عندنا مشكله بتاعه الهيومن، الثقافة بتاعت الإنسان السوداني ضعيفة جدا صراحة، يعني من ناحية علمية education. أنا ما حقول الكل، أنا بقول نسبة يعني نسبة الجمهور الأغلبية. عندنا مشكلة تانية infrastructure بتاعت السودان، الكهرباء، السبورت من الجهات الحكومية لا توجد تماما. عندنا برضو في ضعف في الماني، يعني عندنا محتاج أي شغلة محتاجة تمويل مهما كانت. إن شاء الله لو أنت عاوز تعمل بغالة، عاوز تعمل منصة إلكترونية، عاوز دائرة تمويل. في نفس اللحظة عندنا مشكلة كبيرة جدا بتاعت الإنترنت، وأنا صراحة الآن بعاني منها. أنا قاعد في السودان طبعاً أبروف، عشان نسيت أقولها في البداية. عندنا مشكلة كبيرة جدا في الإنترنت، وحتى لو لاحظتها في البرزنتيشن اللي فات بتاعت الأستاذ أماني، مشكلة كبيرة جدا في السودان. إحنا الكونسيبت بتاعتنا، أنا هقول بكل بساطة، إحنا أول حاجة مهمتنا نعمل كوميونيتي للأساتذة، تكون عن طريق السوشيال ميديا، هتكون عن طريق أبلكيشنات، هتكون عن كوميونيتي كبير جدا اللي ينفقه. والحمد لله الان وصلنا لحد 1051 استاذ سجل معنا في الكوميونيتي بتاعتنا. بعد ما نسجل الكوميونيتي حيكون في اكيد وقت تكون خط علماء كلهم في الكوميونيتي، حتكون في نقاشات هادفه ونقاشات محوريه لحل قضاياهم وطرح القضايا بتاعتهم. وبعدها حنقدر نجمع كل ما ذكر، حنجمعه في بوينتس، نطلع منه خط استراتيجيه او خط اسعافيه ورود ماب. وبعدها حنقدر نصيغ، بعد جمعنا كل المعلومات دي حنقدر نصيغ في يعني الكوميونتي بتاعتنا، عشان نقدر نقدم لها حلول للدولة أو للجامعات أو الكليات. وبعدها نقدر ننتشر في سيستم، حيكون الويب سايت وموبايل أبليكيشن، حننتشر للطلبة الأساتذة عشان نقدر نوصل معلوماتهم. وبعدها حيكون في ديسكشن كتير جدا مع بعضنا عشان نقدر نعمل عملية يعني ديفلوبمنت دايم. وبعدها حنقدر كل ما نعمل ديفلوبمنت، يعني يكون الديفلوبمنت هو تطوير الأستاذ، الحاجة الأساسية اللي نركز عليها. وبعدها هنكون يعني اذا الاستاذ هو تطور، احنا متاكدين الدوله هتتطور، لان الاستاذ هو لو انت خريج السياسه هتلقى الاستاذ قراب، لو انت مشيت لاعب كوره هيكون في استاذ تربيه بدنيه، لو انت فنان، فيعني الاستاذ في كل المجالات، كل استاذ الاساس. فاحنا لازم يعني احنا هنا في المبادره بتاعتنا دي مركزين فقط على التيتشر، لانه هو الاساس. لو انا دربت الاستاذ قدر يؤدي رساله هادفه، انا كده بكون غيرت المجتمع كله. وبعدها نقدر نعمل كل مرة assessment للتجربة بتاعتنا. عندنا كل سكتر، عاملين سكتر، كل سكتر في تقوي في زي استبيان بيطلع، نقدر نقيس المدى الفعالية، لأنه معظم الاستبيانات الحاصلة في السودان ما دقيقة. أنا ما أقدر أقول أنها غير صحيحة، ما أقول ما دقيقة، لأنه بتتبني على ما
معلومات من اشخاص غله، احنا لا احنا نجيب البيانات من القاع من كل الناس الاساتذه الاصطاف. يعني اي زول حرسل له عندنا داتابيس كبير جدا جدا بنيناها للاساتذه، وحتى كل الجامعات وصلنا الحمد لله، ما كلها معلش أو ممكن اقول اغلبيتها او معظمها تواصلنا معاهم. يلا البلان بتاعتنا احنا كنا عشان نبدا اول حاجه دي الكونسبت اللي اتبعناه. عمل الايديا بتاعتنا الكونسبت كنا ركزنا فيها شديد جدا لان هي اللي بتادي الفيتشر. انا ما حاقول انها هي برافيت اور نوت برافيت، بالعكس اي اي شيء داير يكون دايم لازم يكون فيه مصدر. احمد شكله المعاناه بتاعت الانترنت جات راجعه تاني، يعني قبلها فقدنا حبيبنا هشام والاستاذه اماني واسي، حاليا برضو الكلام وقف من عندك. طيب الجزء الثاني الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه باشمهندس. باشمهندس هشام الحمد لله على السلامه. اي الحمد لله على السلامه. هاي انتوا جيتوا راجعين ثاني الحمد لله على السلامه. ده كله كان القطعه بتاعت النت ولا شنو؟ ايوه يعني الانترنت الغريبه فيه، لكن الفي بي ان حقتنا قطعت. اوكي ده من الفي بي ان. طيب احمد داود كان دخل وبدا يقدم البرزنتيشن بتاعته ما كملها، انتوا ما كملتوا البرزنتيشن بتاعتكم، فنحن حنقوم نكمل مع احمد داود ونجيكم راجعين تكملوا انتوا الباقي في النقاش، لانه الزمن تقريبا انتهى. برضه الباشمهندس حيدر ابراهيم برضه هيعمل زي اوفر فيو كده في كل المواقع اللي تعرضت هسي، يعني مش تقييم ولا 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 حكم عليها، وانما بيوري يعني والله الحاجه كويسه والحاجه ما الداره تحسين والى اخره. ونحن هنا ده بنعاين ما انه دي بزنسز قاعد تتنافس ولا قاعد، بنعاين انه ده مجتمع قاعدين نبني فيه مع بعض، نقوي بعض ونساعد بعض، لانه كلنا في المشاكل مع بعض، مشكله الانترنت كلها فيها مع بعض، مشكله البزنس الواقفه، التعليم الواقف الى اخره. فاحمد داود لو في احمد داود لو جيت راجع النت بتاعك كويس. احمد داود ايوه معاك يا دكتور، معاك بس في زوم شير يعني. باشمهندس هشام ممكن توقف الشير من عندك؟ تمام okay. تفضل يا احمد كمل الفيديو البرزنتيشن بتاعك. اوكي كده الشاشه واضحه؟ واضحه تفضل. يلا انا عشان امشي سريع عشان الوقت. يلا احنا ايوه احنا عندنا عندنا ويب سايت. الويب سايت عباره عن موديل، يعني برنامج بلاتفورم بتاعت موديل احنا متحنا للتدريب للاساتذه. يعني الاستاذ وقت يجي يتدرب انا اقول له تدرب في سيستم الجامعه صعب، انا بدخل له انا عندي له بلاتفورم اجهز له وهم بدخلوا للتدريب فقط. يلا في اللحظه دي الاستاذ بخش كطالب وخش كاستاذ، يعني بشوف انه استاذ عامل حاجه في الاني دي انا ادي يعني حساب بتاع طالب حساب بتاع استاذ، يقدر يقيم نفسه وهو براو. يعني ما يكون في تبع حساب نظام الجامعه بيكون مغيد جدا عشان يرفع اي حاجه. يعني حاسس لو اي غلط عمله في 1000 طالب ممكن يشوفه، بالنسبه له دي فضيحه صراحه، يعني هو شايفه كده يعني. فاحنا لا هندي سيستم فور تيست سيستم فور تريننج، يعني يقدر يجرب فيه مرتاح ما يكون مقيد نهائي. والحمد لله المنصه دي معموله الان، وهي يعني ندرب الان دربنا بقى 3 كليات ولسه ما زلنا ندرب بها. طبعا البروسيس بتاعتنا انا ما هتكلم كثير عشان الوقت دقه، همشي طوالي بسرعه. يعني بس في سكيلز اساسيه عن نزرعها لكل استاذ، بس السكيلز دي انا هتكلم فيها بكل بساطه. السكيلز انه احنا عندنا الكالتشرال اند جلوبال اويرنس لازم نزرعها للاستاذ، لانه لازم يعرف الثقافات العالميه ذاته كيف يتعامل مع التطبيقات، لانه في كنا الاساتذه ذاتهم بيجوا بعيدين جدا من العالم. انا هتكلم بكل وضوح بعيدين جدا، تمام؟ ما الكل، انا دائما بقول الاغلبيه عشان الناس ما تهاجم. ثاني عندنا السيلف دايركشن، معظم الاساتذه صراحه بيجوا الجوب بتاعه ممكن انا بعرف ليه الدكتور قرانك بعد 10 سنين نفس الماده الان مقريها للاسف، يعني بكون الماده عباره عن ريبيتد وهو بكون حفظ جاست. يعني انا هنا في مجال بتاع تكنولوجي وتسارع شديد جدا والعلم بيتطور. بالضبط احنا هنا برضو بنحيي الاستاذ علاء. الاستاذ علاء لانه يعني استاذ علاء الفتره فاتت متواصل معه ومهتمين، هو زول من اقدم الناس في موضوع التعليم الالكتروني،
بيقول لي انه في اساتذه زملائنا نحن بتوع كمبيوتر ساينس واحد فيهم بيسوق القطر وناس بيسوقوا درداقات وناس بركشة وترحال وكده، يعني في مشكله فعلا عشان كده بتورجي سيرف دايركشن السكرتير. الله اكبر شغل المكيف. ده شغل المكيف بعدين. لا يلا بسم الله. يلا بالنسبه للسيرف دايركشن فعلا احنا في مشاكل كثير جدا، وانا طبعا انا بعدين ممكن لو سمحت في برزنتيشن ثاني ممكن نقدم احنا كتجمع اساتذه الحلول المقترحين للاستاذ ان شاء الله. يلا في برزنتيشن احنا عندنا انفورميشن تكنولوجي كوميونيكيشن كلها، احنا الاستاذ لازم يعتبر تولز انه عشان يقدر يوصل للماتيريال بتاعته مهما كان تخصصه، لانه في تخصصات مختلفه يعني الطب او وات ايفر كان تخصصك انت محتاج انفورميشن عن كوميونيكيشن تكنولوجي. في ثاني سكيلز زي ما ذكرت بروف انه بروبلم سولفنج دي اهم سكيلز، لانه انت لازم تحل مشاكلك كلها، يعني انت تحتاج سبورت او تكنيكال سبورت تحل لك مشاكلك، يعني لازم تكون انت عارف الاليه الحلول كيف. الحاجه الاخيره واهم حاجه في السودان التايم مانجمنت. للاسف احنا التايم مانجمنت دي في السودان هنحطها من دبل كوتيشن وهنتكلم عنها كل مره. بس انا هنا ده الجزء الباقي ده هو يعني انه احنا نعمل تريننج ورك شوب الأساتذة، لأنه الأساتذة اللي جيناهم في مستويات مختلفة، فإحنا بقينا نعمل ليفلز للتدريب، يعني أي أستاذ من الليفل معين عندنا أسسمنت استمارات وعندنا حاجات بنطلعها ده الأستاذ بيقوم بملاها على حسب النولج اللي عنده بيقوم يحطه في ليفل معين، عشان لقينا أنه يعني طبعا بالمناسبة المبادرة دي أنت معانا البرو برفانور معانا في المبادرة دي. يلا إحنا هنحط الناس في ليفل لأنه يسهل لنا التدريب، وبتكون كل الناس في الليفل واحد النولج بتاعتهم متوسط بسرعة، الأزلة ذاتها بتكون معقدة. لكن لو لقينا مثلا مشينا لليفل سي يعني الناس ما عندهم علاقة بالكمبيوتر احنا ما هنبدأ لهم طوالي الزوم بيشتغل كيف، لا هنبدأ لهم الكمبيوتر بيشتغل كيف، مستوى A و B و D وهكذا. لكن احنا الآن الترك بتاعنا أن ندرب الناس الجاهزين على النظام مود الطوالي، لأنه التايم بيجي ضدنا فهندرب الناس الجاهزين وليدر اون هنشوف الناس الليفل الثانية الآلية كيف هم يقدروا يحصلوا باقي زمايلهم ويكون بطريقة يعني continuous هيكون التدريب ان شاء الله. طبعا زي ما ذكرت الليفلز انا هنا المفروض اتكلم عن اي ليفل المتطلبات بتاعته، لكن للوقت يلا انت بتتعلم التكنولوجي وتقدر تتعلم الاي ليرنينج وطيبه وتتعلم كل الاشياء دي، يا ده بتقدر تصنع الفكره بتاعتك في مجالك، دي الرؤيه بتاعتنا. عندنا زي ما ذكروا الاخوان هنقوم نخلي الاستاذ تربط بالمنصات، يعني انا مهمتي منصه الامل منصه المنصات كلها ذكرت تم ذكرها حتى السيستم بتاع اي بي مو ذكر اسمه معلش يونيفرسيتي يونيفرسيتيز احنا مهمتنا نربطهم مع الاساتذه، احنا ما مهمتنا مع الانظمه بتاعته، احنا مهمتنا الاستاذ يقدر يجيد الانظمه دي، الاستاذ يقدر لو ده يتعامل مع منصه الامل يقدر يتعامل معاه، فاحنا هنقدر اكون كونكشن للاستاذ هنقدر ننتقل للمرحله القادمه ان شاء الله. دي دورات مقترحينها للاستاذ هنتكلم عنها فيما بعد لانه لسه الوقت بتاع تقول لا مفروض مشاكل احنا يعني دي مشاكل احنا كتبناها عن طريق اسسمنت واسمه استبيانات ما مشاكل ذكرناها احنا مشاكل تم ذكرها من قبل الاساتذه ذاتهم. واخيرا انا حكتفي بكده وما حضيف اي اضافه ثانيه لان الوقت ضيق، وشكرا لكم لحسن الاستماع وبشكر كل الاخوه اللي قدموا وبشكرك ابو رفع على هذه الفرصه. شكرا جزيلا يا ابو حميد على الإضاءة. طبعا احنا يا اخوان عندنا اجتماع بعد الجلسة دي اجتماع لانه عندنا مبادرة بتاعت التحول للتعليم الالكتروني في مجموعة الباحثين السودانيين. حاليا احنا عندنا 3 جروبات واتساب فيها قريبا 400 ل 500 استاذ جامعي سوداني داخل وخارج السودان، دول كلهم هيدعوا مع بعض وهندرب على كل الادوات بتاعت التعليم الالكتروني الممكن الناس تستخدمها في الجامعات السودانية، وهنبدا بمودل. الاجتماع هيكون بعد الجلسة دي بتاعت المنصات بتاعت التعليم الالكتروني. طيب الان هنفتح الفرصه وشكله حيدر البشير باي بتاعه مفتوح ورانا الكهرباء جات وفتح المكيف وكده، فحيدر هيعمل لنا اوفر فيو وبعد ذاك هنقوم هنفتح النقاش للجميع، هناخد اسئله من الفيسبوك واسئله من الناس الموجودين في الجلسه دي. انا هقفل الشير اقفل الشير اقفل الشير فهنرجع نحن اسئله للوضعيه بتاعت النقاش بصوره عامه. حيدر باشمهندس حيدر عنده خبرة طويلة جدا في التعلم الذاتي والمنصات، وقدم قبل كده جلسة للباحثين السودانيين في حيدر، عنده خبرة طويلة جدا في مجال الاي تي، اشتغل في شركة اتش بي، اشتغل في شركات مختلفة. فحيدر تفضل. مرحبا، السلام عليكم. شكرا دكتور انور، شكرا مبادرة الباحثين السودانيين.
اتمنى ان الصوت تكون واضح لانه عندنا مشاكل بتاع الكهرباء وعندنا مشاكل الصوت حتى. واضح عموما تفضل. تمام الحمد لله كهربتنا جات اخيرا يعني، وشكرا للزملاء اللي قدموا، وشكرا لكل الشباب البدو وبادروا انهم يساعدوا خيرهم وبدوا انهم يطوروا من الفكر بتاع التعليم التقليدي في السودان ويقدموا حاجه الناس تستفيد منه. نحن ما بنقول انه نحن جينا متاخرين او اكتشفنا فكره التعليم الالكتروني متاخر، لكن الحمد لله انه جينا في الوقت المناسب وقدرنا انه نستحضر كميه من الشباب وكميه من الناس استفادوا من الخدمات في فتره الجائحه بتاعت كورونا. والحمد لله يعني الشباب كلهم بمختلف المسميات المنصات او المواقع الالكترونيه هم بيخدموا من اجل المصلحه، والمصلحه واحده اللي هو خدمه الانسان المواطن السوداني. وكل المبادرات ذكرت او كل المنصات ذكرت انها مبادرات يعني غير ربحيه، ودي حاجه كويسه بتشجع الناس. وطبعا نعتذر انه كل الحاجات دي تقدمت عن طريق اشخاص، يعني ما في ولا مؤسسه حكوميه او مؤسسه اتبنت فكره واحده، وده من الحاجات اللي نحن نتمناها في السودان انه تكون موجوده، على الاقل جامعه او وحده او اتجاه حكومي تتبنى لنا ولو فكره واحده وتدعمه وتشجع الشباب. دي واحده من المشاريع المفترض تكون في السودان الجديد باذن الله. لكن نمشي للفكره بتاعت المنصات عموما او الموقع عموما، عندنا اللي هو لير في السودان. انا طبعا ما هتعقب على كل المنصات لانه انا يعني عندي بس اللي هو ليرن فور سودان والاعمال التعليميه، ده باعتبار انه انا جربتهم وعندي علاقه مع حتى مؤسسيه وشفت الحاصل شنو. فانا كنصيحه او كاقتراح اقوم اقدم اقتراح لاخواني المهندسين وكل الناس اللي قدموا يعني البريزنت بالنسبه للمواقع او المنصات بتاعتهم، انهم يتكاتفوا مع بينهم طالما هم بيقدموا محتويات بتختلف، فمفترض يكون في ربط بيناتهم على اساس انهم يطلعوا برؤيه بتكون تخدم كل الناس. لانه اخر منصه ذكرت واخر اخونا يعني قدم البريزنت بتاعه انه هو مستهدف فئه معينه من الاساتذه او اساتذه الجامعات بصفه خاصه، فدي واحده من الحاجات الكويسه باعتبار انه هو اتطرق لجهه بتختلف من بقيه الجهات. واخواننا برضو في بقيه المنصات مفترض يتطرقوا لانهم يحاولوا ينوعوا في طرق التدريس او المواد او المحتويات وطريقه الشرح وكذا، على اساس انه يسهل بالنسبه للانسان انه يصل للمحتوى في اي وقت في اي زمان واي مكان. بعد ذاك انه يكون في قيام بتاعت مؤتمرات تنويريه وتثقيفيه بالنسبه ل ممكن الولايات الاقل نموا، انا اقدر اقول كده لانه العاصمه الخرطوم يعني معظم الناس عرفت الفكره، لكن نحن في جمهوريه السودان ككل محتاجين لمؤتمرات وورش نحن نستحضر فيه الشباب وكل الفئات، يعني انه نحن حتى نوريهم انه يعني درجه اهميه التعليم. طبعا كلنا عارفين انه سلفا، ولكن درجه اهميه التعليم الالكتروني. مفترض ان احنا برضه نقوم نعمل الحاجات دي كلها بالتنسيق مع اخواننا يعني، وما شاء الله الحمد لله نحن ناس سودانيين وماسكين زمام المبادره. يعني لو قلنا يا اخي محتاجين حنلقى 100 نفر ممكن يقوموا بالمبادره، فقط نحن محتاجين بس نقدم الاقتراحات والفكره ونخلي الناس بتبدا فيه. بعد ذاك نمشي بالنسبه للمحتويات اللي بتقدم عن طريق المنصات اللي ذكرت في يعني اللي عملوا البريزنت قبل شويه يعني اخوان المهندسين. طيب مفترض يعني او يعني حاجه كاقتراح انه الجامعات السودانيه كثيره وهم ممكن يبادروا بالنسبه للافكار دي كلها ممكن يبادروا لكم، ممكن تقدموا دعم بتاع الشراكه او تعاون بالنسبه للمؤسسات دي، يعني تكون في تعاون بين الجامعات والمنصات التعليميه السودانيه والجهات الحكوميه، الجهات الحكوميه بخرط التوثيق وبخرط الاجراءات الرسميه اللي بتكون معروفه للشهاده، بعيدا عن يعني مثلا اهميه الشهاده اللي بتقدم او لا او تقدم شهاده او لا. ففي النهايه نحن محتاجين محتوى نستفيد منه في حياتنا، ومحتاجين كمان نعمل ريفيو بالنسبه للعلوم المستحدثه، اي بمعنى انه نحن نتطرق بالنسبه للحاجات اللي بتمسنا في وقتنا الحاضر او في حياتنا الحاليه. مثلا الثوره السودانيه مفترض نقدم برضه بريزنت او نقدم نرفع في المنصه بتاعتنا انه نحن لازم نعمل كده ونعمل كده وشو حد عارفين. طبعا بس اديكم حاجه بسيطه، نحن في خلال الثوره بتاعه ديسمبر مجموعه الباحثين السودانيين طلعت كتيب اسمه دليل الثائر السوداني.
كان فيه تجميع لأفضل الممارسات والدروس المستفادة من المظاهرات والبومبان ولو الضرب جنبك زول والإسعافات الأولية، والدليل ده اتنشر في فترة الثورة. فإحنا دي واحدة من الحاجات المهمة، إنه إحنا الكورسات ما بس يا أخي مقدم العلم الحاسب ولا أساسيات الصيدلة ولا كده، إنما بتكون في current situation بتكون appealing لأنه الناس يشتغل فيها بسرعة. ونحن السودانيين في مجموعة على اللقاء بتاع الباحثين السودانيين 600 ألف نفر موجودين في كل أرحاء العالم، we can يعني recall experiences من حتات مختلفة ونجيب ونخدها في شكل ساندويتشز، كورسز، تدريب، جلسة بتاعت ويبينار زي دي ولا كده. ففعلا النقطة اللي اشرت لها ده حيدر مهمة جدا. تمام exactly. تحديدا أنا ده النقطة المفترضة حيدر شكله الانترنت بتاعك تاني وقف. طيب يا اخواننا هنكتفي هنا بالتعليق بتاع باشمهندس حيدر، هنرجع للاستاذ اماني وباشمهندس هشام لو يكملوا لنا الجزئيه بس بتاعت السيستم، عشان كده النقاش بعد كده يكون مفتوح. نجي برضو الحاجات دي نقدمها عن طريق المنصات الالكترونيه الذكرت بالنسبه للشباب، مفترض يبادروا في الحته دي ويعكسوا للناس حتى يكونوا انترستد بالنسبه لهم، ياخذوا محتوياتهم، وبيكون ذات دافع بالنسبه للاستمراريه انه الانسان يستمر انه ياخذ بقيه العلوم من المنصه. شكرا جزيلا حيدر، شكرا جزيلا. طيب استاذ اماني جزيلا. مرحبا. ايوه يا ريت بس لو عملتي شير السكرين وانجزتي بس باقي التقديم في الدقائق الموجوده. كويس طيب. إيتو السيستم بتاعكم موجود حاليا في مدارس ابتدائية في السودان؟ أيوة، هو طبعا السيستم بتاع كده الديسكرين ظاهرة مش؟ أيوة ظاهرة كده. السيستم بتاع المدارس ده كمان مباراة ودي جامعات، المدارس أصلا شغلته وزارة التربية خلاص، وهو يعني الآن السيستم بتاعكم ده شغال. أسي يفترض وزارة التربية والتعليم السودانية اتبنته هينزل في كل المدارس؟ بتاع المدارس احنا ما عندنا اثنين، عندنا اي بي يونيفرسيتيز واي بي سكولز. اي بي يونيفرسيتيز اوريدي خلاص عبر ومشى، والآن شغالين مع دارفور، عندنا زي 50 مدرسة شغالين معاه، وفي مدارس بالمناسبة خاشة معانا في كل الحاجات دي، وبنحاول نوفر غاية. يعني السيستم ده حاليا موجود متبنى من قبل وزارة التعليم العام السودانية؟ لا بتاع الجامعات، لا بأيوه بتاع المدارس. ما هو بتاع المدارس، أنا قصدي بتاع المدارس. أيوه المدارس شغال خلاص أبروف شغال وبدأنا بدارفور، قلنا دارفور هي أكثر المحلات. ومجانا أنتوا مقدمينه مجانا؟ وعملناه مبادرة للوزارة في مؤتمر المبادرات الوطنية لوزارة التربية والتعليم العام. يا سلام، عملناه مجانا تماما، يعني أصلا ما في حاجة، شغالين معاهم في الكوميدي سنتر ما بقروش يعني. يعني. يا سلام عليكم. طيب أوكي، واصلت طيب. السيستم بتاعكم بتاعكم يلا أنا عشان ما زمن زي ما أنت قلت ما شاف، أنا شرحت الفكرة بتاعتنا رابطين نحن النظام نحن نسميه النظام المركزي للجامعة، لأنه هو المانجمنت للجامعة، إن هي بتدير التعليم الإلكتروني. ده ما يخصنا في الميتنج بتاعكم هنا، التعليم الالكتروني كيف بتربطوه؟ انه هو الاساس، بس بيجي بدخله محاضراتهم بانواعها، محاضرتي اونلاين، محاضرتي تليجرام، هذا ارفع بي دي اف فيديو، ده يخش عبر زوم بدخلها هنا بتاريخها. يلا الطالب بعد كده، انا دي المفروض تشوفها معايا كده، عندي عملت سكرين شوت من الموبايل ابلكيشن عشان الزمن. يلا بيجي الطالب، الموبايل ابلكيشن ظاهر مش؟ لا الشاشة اختفت كده، الشاشة اختفت؟ هي بقت عاملة لنا هنا، بقت مظللة كده. طيب دي بس شوف أنا ديك فاتحين زي كم شاشة بالورة مش كده؟ نعم. طيب هشير دي تمام. احنا طبعا عندنا يعني we get excited لما نشوف women in technology، نشوف لنا مهندسة سودانية. ونحن قدام يا أخي، نحن قدام قدام شديد. لا لا احنا بنبسط جدا جدا، يعني you are our hero، يعني من غير أي هنا. شكرا شكرا جزيلا. الله يديك العافية. أنا ما عارفة كده مشيرة؟ أيوة نعم. كده تمام. يلا ده الأبليكيشن بتاع الطالب، ده الموبايل أبليكيشن، ما هو النظام بتاع الجامعة مرتبط بنظام بموبايل أبليكيشن للطالب. الطالب بيخش به برقمه الجامعي. بنفس الفكرة دي. ما يهمنا هنا طبعا هو فيه خدمات كثيره، يعني فيه ممكن يشوف كشف الحساب، يشوف اعمال السنه، ادفع عبر الموبايل، يشوف الجي بي اي بتاعه، الكوندكت والاشراف برضه بشوفه، البلوتين بورد بتاع الجامعه، والجدول حق المحاضرات، ويشوف اخر ايصال، ممكن يسجل عبر
الابلكيشن، ممكن برضو يرسل الواجب، يغير صورته، يرسل صورته للسيستم. فيه حاجات جميلة. اللي بتهمنا هنا هي ان احنا قد بفاس بور بلاك بورد. اوكي ايوه نعم. البلاك بورد هي دي مثلا ده نموذج لسبورة. سبورة يعني انا بتكلم عن انه انا اربط المواد حقت الطالب ده في السيمستر والدفعة المعينة دي بالكلام اللي قاله الدكتور هناك والاستاذ. هنا دخل له الميكانيكا الهندسة عامل محتوى اسمه كيف تصمم بحث تخرج. يلا المحتوى ده نوع بي دي اف، الطالب بمجرد ما يضغط على بي دي اف على طول السيستم بيعرض له الشيت الحاكي للاستاذ. طيب ده جي بي اي. انا عملت كم حاجه قبل مثلا الميكانيكا الصناعيه عاملين في الناس يا فوق هنا في حاجه نبنيه وحنبنيه مع على مسؤول هنبنيه اصلا ما حنبنيه ده شعر ده خلاص السودان شير دي ان شاء الله التيم كله تبقى مثلث ثاني تبقى غلب ان شاء الله. يلا هنا هنا دي المحاضرة دي هم رابطينا بالتليجرام على طول تحت بيعمل له تليجرام. التليجرام لما نضغط عليه بنقول اوتوماتيك للجروب خاطر الاستاذ، يعني ما بيقدر يتحرك خارج الاطار الوضع له الدكتور بتاع المادة. لو عندك questions بيسأل عبر الابلكيشن، لانه نحن بنقول دائما التليجرام هو ما اونلاين، احنا تكلمنا على الاونلاين، لكن ممكن تكون تولز من التولز حق التدريس. وشايف الباشمهندس هشام جبال دخل كده في الزوم عجبه وبرضه ربطه بالنظام، فبقى ممكن برضه يخشوا عبر الزوم. يعني اي تولز من اللي عرضوا الان عندنا في الميتنج حقنا ده نحن مستعدين نتواصل مع الناس بتاعنا ونقدر كيف ندخلها تكون للطلب، لان كل حياة مجانيه. بعدين في الكوميونيكيشن بين الاستاذ والطالب في محل الاسئله دي، انا زي ما قلت دي صور ماشي على الزمن، بيعمل كليك فيها بيبدا يسال ما يخص الماده، والاستاذ بيشوف في السيستم الويب هناك. الاستاذ ما عنده ابلكيشن موبايل حتى الان، لكن بيعمل كنترول عبر الويب السيستم حق الويب وبيجاوب على الطلبه، وكده بكون في كوميونيكيشن ممتاز جدا بين الطالب وبين الاستاذ. دي الفكره تحت الشغل حق السيستم كله. يعني هنا في نموذج، طيب بس معلش اوريكم دي هنا في ده نموذج لنشر حق الجامعه. لا هنا ما ظاهره، ما ظاهره الشاشه هي. طيب وقف الشير وشغله ثاني. ايوه اوكي. طيب ستوب شير نتعلم لانه الزوم ده اول مره اشتغل. لا تمام طيب. ممتاز احنا ساعات مبسوطين ان الناس بدات تستخدم التولز. اوكي نعم. شير ايوه اها طيب. لحظه بس تحملوني شويه يعني. لا لا ولا يهمك شير وقفي شير ثاني تمام جاهز شير ثاني بده صورة واحدة ذا تايم. اوكي يعني مثلا ده كوندك ده اشراف شلون الطلاب قالوا الطالب ده موهوب في كرة السلة، قالوا يوم 12 لهم يوم 12/6 ولا يوم كم عارفة، وقالوا انه يشارك في النشاط الرياضي على طول هو بيتلقى المعلومات اللي بتكتبها الجامعة. ده نموذج يعني اي حاجة ما تخصه في الجامعة هو شوفه عبر الموبايل ابلكيشن بال 13 خدمة اللي بيقدمها النظام زي ما قلت انكلودنج الدفع الالكتروني عبر الموبايل. فدي الفكرة بتاعته، يعني كانه التعليم الالكتروني هو هنا في النظام حقنا ده الجزئيه بتاعته انه رابط الاستاذ بالطالب عبر الابلكيشن انه يدير المحاضرات في اطار الجامعه. دي الفكره. نعم بس تمام بتاني. النظام بتاعكم شكله متكامل، يعني التعليم الالكتروني واحده من الكومبوننتس بتاعته، لكن أيوة. في الجزء الثاني بتاع الادمنستريشن والجزء بتاع البيمنت وغيره وغيره وغيره. فنظام اي ار بي، والناس اللي ما بيعرفوا الاي ار بي اللي هي الانتربرايز ريسورس بلاننج، كيف انه اقدر ادير الحياه كلها الكوربريتس الكبيره وكده، فبتعمل فيه التعليم الالكتروني فيه جزئين، فيه جزء بتاع فيرتشوال ليرنينج انفايرمنت وفيه جزء بتاع ال ام اس ليرنينج مانجمنت سيستم. يعني الناس لما تتكلم على التولز بتاعت مودول ولا بلاك بورد ولا بانر ولا كده، انت بتتكلم على الليرنينج مانجمنت سيستم اللي بيدير العمليه بتاعت التعلم ما بين الاستاذ والطالب، لكن علاقته بباقي المؤسسه كلها، الطالب ده حضوره وغيابه بيأثر في دفعياته، بيأثر في أبوه وأمه إلى آخره. العملية دي كلها بتدار في virtual learning environment، عملية تعلم افتراضية، ودي الحاجة اللي عاملينها هيتو، دي حاجة متكاملة، حاجة متكاملة. كتر خيرك، كتر خيرك باشمهندس أماني. نعم باشمهندس هشام. بعد كده أخواننا هنفتح المجال لأنه الناس تسألهم، تطرح أسئلة في جلسة تقريبا كل البرزنتيشن ستغطت. اي واحد عنده سؤال من الناس الحضور في زوم هنا ولا الناس المتابعين في مجموعه الباحثين السودانيين عبر الفيسبوك، يا ريت يكتب السؤال بتاعه من هناك ولا يرفع يده هنا عشان يطرح السؤال. لو ما عايز يتكلم وانت قاعد في الزوم اكتب السؤال بتاعك في الشات، احنا ممكن ننقل للحته المعنيه. احمد اتفضل. احمد داود. السلام عليكم.
طبعا انا بحاول بس قدر هما سؤال على قدر انه هو طلب وترجي من الناس. احنا الحمد لله تم اجتماعنا من يعني صراحه جمعت خيره الناس في السودان صراحه، ونتمنى احنا نطلع زي مخرجات احنا نتعاون كلنا، يعني مثلا باشمهندس اماني وباشمهندس هاشم سيستم رائع جدا جدا، واحنا تجمع الاساتذه ممكن نقدر نوصلهم مع الجامعات عشان يقدروا يعملوا كونكشن مع الجامعات صراحه، لانه سيستم مبالغه تجمع الاساتذه يا توم يا زلمه فريز. سوري تجمع الاساتذه الجامعات الاهليه والاجنبيه. نعم. معليش اعتذر لا اذكر اسم كامل. يلا احنا زادنا جزء من تجمع الاساتذه لانه تقدمنا لهم طلب وقاعدين تحجم على المهنيين تحجم على الاساتذه فتابعهم ان شاء الله. يلا بالنسبه برضو باقي المنصات يعني صراحه كل منصاتي زي ما ذكر باشمهندس حيدر ان احنا المفروض نتعاون، لانه ما في منصه اصلا هي ربحيه، ما في منصه اصلا ضد الثانيه، فلازم احنا نعمل كوميونتي وحده. والحمد لله يعني رعايه جروب الباحثين السودانيين تمت اصلا جماعه، يعني تكون جماعنا دي الخطوه الاولى، الخطوه الثانيه ننتج الحلول بعد ان شاء الله. فبتمنى انه ربنا سبحانه يوفقنا واشكر لكم. ده كان تعليق اكثر من سؤال. شكرا جزيلا يا احمد. احمد طبعا من الشباب النشطاء جدا جدا في مساله تدريب الزملاء الاساتذه والزميلات الاستاذات في السودان، ونحن في مجموعه الباحثين السودانيين ضمن المبادره بتاعتنا بتاعت التحول للتعليم الالكتروني كلنا كده مع بعض شغالين بندرب كل الناس، كل الاساتذه، اي استاذ سوداني ابتدائي ثانوي في الجامعه داير يتدرب على ادوات التعليم الالكتروني، التدريب بتاعنا هيبدا في خلال الاسبوع الجاي مجانا في افضل الاساتذه، ناس ماخذين اعلى الشهادات الاحترافيه في تدريب الادوات، يعني اذا كان بلاك بورد ولا غيره هيكونوا هننزل جدول يعني قصه بتاع التسجيل كده. في اي سؤال يا شباب ثاني هنا في الشات، لو في زول استخدم الخاصيه بتاعت ريس هاند ولا هناك المحاضره. نعم في زول سال المحاضره مسجله، ايوه نعم مسجله وموجوده في مجموعه الباحثين السودانيين، وكذلك هنرفعها في الفيسبوك جروب بتاع الباحثين السودانيين. طيب في اي سؤال في اي زول تفضلي. هلا استاذ ريم منوره. سامعيني؟ ايوه مسموع تفضلي. شكرا. اول حاجه شكرا دكتور انور، انا افتكر ان المبادرات اللي انتم قايمين بها كلها على بعضها هي زي ما قلت يعني فيها تنويع لكل الحاجات. سعيده جدا اني اسمع الليله المنصات الدائمه في السودان للتعليم الالكتروني، دي حاجه جميله جدا. انا متخصصه في الليدرشيب ديفلوبمنت ومهتمه جدا بتنميه الشباب في السودان، فمن أهم الحاجات بس عايزة أنبه لها هي مهمة جدا المحتوى ذاته، أهم الحاجات اللي إحنا بنقدمها. إحنا بنركز على الديفلوبمنت بتاعت الشباب من ناحية التعليم مثلا في مجال الهندسة الطب الاقتصاد كل الحاجات، لكن الاتجاه المايل به العالم هسعده الاتجاه نحو الهوليستيك ديفلوبمنت اللي هي كل الحاجات، مثلا البيئة الcitizenship يعني الوطنية، دي كلها حاجات مهمة، فإضافة المحتوى مهم جدا. بأكد على الكلام اللي قاله الباشمهندس حيدر اللي هو إحنا برضو لازم نشوف طريقة أو نحاول يعني الناس كلها مع بعض تشوف طريقة إنه كيف نقدر نوصل التعليم دي للجهات اللي هي في حوجة ليها. فسعيدة جدا إن نسمع من الباشمهندسة والباشمهندس هشام بابي إنه بدوا بدارفور، لازم نبتدي نركز على الحتات دي أكثر من العاصمة. أفتكر الحاجة اللي اكتشفناها كان في المؤتمر الفات وانت كنت موجود يا دكتور أنور، هو إنه إحنا محتاجين في السودان للشباب للسوق العمل في السودان هو محتاج للتكنيكال سكيلز، فعايزين نفكر في إنه إحنا كيف ممكن نوجد التكنيكال سكيلز دي من ناحية الإي ليرنينج، دي حضيف زيادة كبيرة لسوق العمل اللي هو إحنا محتاجين له في السودان، حضيف كتير جدا للتعليم اللي هو برضو من الحاجات الأساسية في السودان. وشكرا جزيلا. شكرا. أنت موجودة وين يا ريم برضو عشان الناس يكونوا عارفين؟ أنا في لندن. أوكي ممتاز. وأنت مستعدة إنه تساعدي أي مبادرة ولا أي مجموعة بتاع الشباب في leadership training مش كده؟
اي جدا. هو طبعا انتم ما محتاجين ما شاء الله، يعني هسه انا بسمع لنازل هم كلهم دير ليدرز في مجاله وانجزوا حاجات كثيره. انا بس عرفت نفسي على اساس الناس ما تفتكر انه انا جست داخله ساكت في الموضوع. اوكي شكرا شكرا كثير شكرا يعني يديك العافيه. طيب في اي سؤال ولا استفسار؟ معانا دكتور طارق حسن. دكتور طارق هل موجود؟ بغوف السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله حبابك. الله يديك العافية. حقيقة والله أنا سعيد سعيد جدا جدا، يعني ما تتخيل مدى السعادة اللي أحاطت بي وسمعت الشباب. وحقيقة السودان يعني زاخر بالكفاءات الوطنية وبالشباب الفاعل وكذلك. يا ريت تعرف نفسك والمكان اللي انت فيه عشان الناس يكونوا عارفين معاك برضو. أنا دكتور طارق النور هادي حسن، العميد المؤسس لعمادة التعليم الإلكتروني جامعة النيلين. حقيقة نحن في جامعة النيلين كان بدينا بالإلكتروني إكزام الامتحانات الإلكترونية وامتحانات المحوسبة، وكنا ماشيين الخطوة الثانية اللي هي التعليم الإلكتروني. أنا ما عايز أخش في تفاصيل كثيرة، لكن إذا جينا إلى الموضوع اللي من أجله نحن الآن مجتمعين، يعني حقيقة الواحد سعيد جدا بالكلام السبع من الشباب. وبس الحاجة اللي بتنقصنا يا بروف إنه نحن كيف نقدر نوصل هذه المبادرات للجامعات السودانية. أنا أعتقد إنه لابد إنه يكون لوزارة التعليم العالي دور كبير جدا، لأنه الآن وزارة التعليم العالي أنا يعني كما ألاحظ أنه كأنه هي مكتوفة الأيدي. هم صحيح بدوا في منصات عن طريق الموديل، لكن لغاية الآن ما فعل. بعد ذلك نحن في السودان أيضا أنا أعتقد أنه الدولة لابد يكون من أولوياتها التعليم الإلكتروني. يعني أنا كمستشار لأكاديمية نيمير العسكرية قبل فترة كنت بتكلم مع السيد الفريق منور، هو الآن كان مدير الأكاديمية والآن هو نائب رئيس هيئة الأركان، وكنت أتكلم معه وقلت له يا سعادتك يعني في الأكاديمية بيجون ضباط من جميع أنحاء العالم، فخصوصا الدول العربية والدول الأفريقية وكذا، بالنسبة لسمعة العسكرية في السودان، بالنسبة لسمعة أكاديمية نمير للدراسات العليا. فقلت له يا سعادتك أنتوا بعد فترة من الفترات أو كذا سنة حتلقوا نفسكم، أو يعني حتلقوا نفسكم أنتوا خارج النطاق. فقال لي كيف قلت الآن كل الخليجيين اللي بيجوكم وفي أيضا طلاب من دول أفريقيا ضباط بيجوكم هنا عشان يحصلوا على الشهادات العليا، يعني هم وصلوا لمرحلة من التغنية، أنتوا لسه بتستخدموا الطباشير أو بتستخدموا كذا. فوالله أنا أشكر جدا، و يعني ما كان منه إلا أن وجه وانتقلوا نقلة نوعية. هم الآن بيستخدموا الشاشات التفاعلية، كذلك وزعوا أجهزة تابلت على المحاضرين وماشيين يوزعوا أجهزة تابلت للطباط، وده بيخلي السودان ينتقل. يعني نحن ممكن نكون صحيح لنا لنا غيار في أشياء كثيرة، لكن الحاجة المسوى إنه نحن ما واكبنا. فالمواكبة بتتطلب مننا إنه جهد كبير، تتطلب من الدولة إنه تجيب معنا، لأنه نحن أسئل الآن في السودان إذا جينا نتكلم عن الإيلرنينج بنقول من أول المعوقات اللي بتواجهنا إنه هي مثلا الشبكة. إذا كان نحن داخل، أنا الآن داخل ولاية الخرطوم، الشبكة بتقطع وتجي وتقطع وتجي، فما بالك بالطلاب اللي موجودين في الولايات. فإذا هنا الدولة لها دور كبير جدا، الدولة مفترض تولي اهتمامها وتضغط على شركات الاتصالات على أساس أنه يعني باقات الانترنت اللي مدفوعة الغيمة اللي نحن بنسدد عليها وندفع عليها أنه فعلا تكون باقات تستاهل. والحاجة المؤسفة اللي أنا عايز أقولها يا دكتور، نحن أحيانا والله بنحرج. كان معانا ضيف الحدابي من الأساتذة الأصدقاء، هو بيعمل في الجامعة الإسلامية في ماليزيا، وزارنا في السودان وقدم العديد من المحاضرات للجهات الرسمية والجهات الخاصة، وكان أول حديثه معي إنه هو نازل منزلينه في برج الفاتح اللي هو كورنسيا الآن، و
بيقول لي يا دكتور اذا كان انتوا عندكم الشبكه في فندق 5 ستار ضعيفه، كيف الشبكه تكون عندكم في 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 في, في المؤسسات؟ بيقول لي اذا ده فندق 5 ستار والشبكه فيه يعني الانترنت ضعيف، فانتوا قال لي بتشتغلوا كيف وعايزين تشتغلوا ايه لين من كيف؟ يعني عشان كده بقول لك يا دكتور الموضوع ده مجهودات الشباب اللي تحدثوا واللي ما دخلوا معانا في نعم في ناس كثار. احنا برضه نحب نذكر انه احنا ما غطينا كل حاجه، احنا قدمنا فتحنا دعوه في مجموعه الباحثين السودانيين اللي استجابوا اولا في الوقت بتاعنا المتاح للقصه دي، احنا استوعبناهم، لكن في ناس ثانيين اكيد بيكون عندهم جهود ثانيه، فلهم التحيه برضه. نقطه بسيطه دكتور طارق، بالنسبه للاكاديميه نمير العسكريه اعتقد انه الجيش في السودان عنده القروش، لكن الجامعات جامعه النيلين الجامعه الثانيه وزاره التعليم ما عندها قروش زي الجيش ولا شنو؟ والله يا دكتور انا اقول لك حاجه، هو انت زي ما شفت الان الشباب كل البروجرام دي الان هي متاحه وفري. صحيح صحيح، يعني حتى نحن الشباب دول اذا ما كان الان سمعنا وما لقينا وكذا بس نشتغل بس بالموديل اوبن سورس، ممكن نطور فيه وممكن نعدل فيه ونعمل فيه زي ما قالوا السبع وزمتها. لكن المشكلة يعني زي ما بقول لك نعيب زماننا والعيب فينا. نعم نحن كل واضحين ونتكلم بشفافية يا دكتور. ما في كلام عن إنه أصلا ما في غضغطة ولا تجزيز. أيوه الله يديك العافية أبو. فأنا بتمنى والله بتمنى إنه يعني الدولة كيف وقفة قوية جدا. وأنا قبل كنت قبل ما نبدأ الكونفرنس ده بتكلم معاه قلت لك يعني أنا لغاية الآن ما لقاني مؤسسة تعليمية ولا أي مؤسسة حكومية عمل له كونفرنس عن طريق الزوم. بس على أبسط مثال إذا سألته لا خلاص الناس كلها نايمة في بيوت، العالم ده كله الآن شغال ما عدا نحن في السودان. حاجة غريبة جدا يعني حتى أنا كان عملت تعليق في إنه جامعة السودان المفتوحة اللي هي الجامعة أصلا بتاعت التعليم عن بعد لما جت الجائحة بتاعت كورونا قام قفلت، دي حاجة حيرتنا يعني. أيوة. أنا قلت أيوة. يعني السودان المفتوحة يفترض إنها تكون هي في الخط الأمامي إنها تدرب الجامعات الثانية وتعمل ريسورس شيرنج، تقول لهم تعالوا عملوا كورساتكم وحياتكم عندي هنا، تقوم هي ذاتها تكفل مع الناس الثانيين. دي كان حاجة بصراحة محيرة جدا يعني. والله يا أبو نحن في أشياء بسيطة جدا ما محتاجين لها يعني. يعني إذا جينا مثلا الآن أنا أقول لك مثلا على مستوى الدراسات العليا، الدراسات العليا كل الاستودنت بيكون عندنا مفروض ما يتعدلون ال 50 طالب ل 40 طالب ايزي جدا، ومعظمهم يعني مش معظمهم 100% هم موجودين معانا هنا داخل ولايه الخرطوم. ف الو نعم اي سامعك. فالجامعات ليه كيف يعني؟ المشكله شنو؟ في اشياء كثيره ممكن الدوله تشتغلها، الأنغام الوطنية مع التقديم للجواز، التقديم للأنغام الوطني، يعني ده بيديك إحساس إنه الدولة دي البلد محتاجة شغل، والأمر ده لو ما وقف عليه رئيس الهرم اللي هو المسؤول إذا كان السيد رئيس مجلس الوزراء ولا رئيس الدولة ولا غيره البلد ما حتمشي لقدام، وحنفضل نسكن في تاريخنا اللي إحنا أسسنا نحن أنشأنا ونحن عملنا ونحن خططنا ونحن ونلقى العالم. أنا أخيرا طورت عليكم، الله يديك العافية. شكرا جزيلا، أنا أشكر كل اللي شاركوا وكل اللي قدموا لنا، وأتمنى إنه إن شاء الله يعني رب سبحانه وتعالى إنه كل البرنامج بتاعتهم دي تلقى الاستجابة وتلقى الاهتمام عشان نحن نقدر نواكب. شكرا يا بروف، يعطيك الصحه والعافيه، سعيدين بك يا اخي. نحن اخواننا زي ما في بروف طارق ومن السودان داخل، بنتوقع انه برضه المسؤولين الثانيين من التعليم والتعليم العالي والبتاع في السودان برضه يخشوا لنا. احنا هسه بنحاول نعمل شنو؟ بنقول يا اخوان احنا عندنا مشكله كمجتمع، والمشكله دي والله فيها حلول، وفي حلول مقدمينا سودانيين هندر 1 2 3 4 5، تعالوا يا سودانيين قدموا الحلول. ما معقول يكون في طرف من المعادله دائما ناقص اللي هو الطرف المفروض انه يتلقف الحلول دي، لان حلول له هو الكريدت بيجي وهو ما بيجينا نحن. احنا ما دارين شيء، يشيل الحلول دي ويمشي يطبقها، يقول يا اخوان تعليم يطلع قرار يقول يا اخوان استخدموا مثلا اي بي يونيفرسيتي، استخدموا معاه ابي داماك واستخدموا كده الى اخره، لان منصات موفره يعني بجهد بتاع شباب بصوره مجانيه. حيتولى الاشراف على بقيه الجلسه الباشمهندس حيدر حاغيب
شويه. فناهد حمزه تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضلي سامعينك يا ناهد. اهلا. لا انا مريم، مريم ابراهيم اسمها، من كليه الحاسوب في سنه ثالثه المستوى الثالث يعني. ما شاء الله شرفنا. داخل من وين؟ تكنولوجيا. اوكي شرفنا. حيدر بس معلش يا ناهد، حيدر انت موجود؟ موجود انا موجود. تمام خلاص تفضل دير. دكتور الصوت ما واضح، يمكن داخله بالاكونت حق والدتي، لكن انا مريم. اوكي المهم anyways الو كريمكم سامعني؟ السلام عليكم. عليكم السلام، سامعينك تفضل يا استاذ. طبعا انا بعرفك معرفه شخصيه مريم من الجروبات، زول اكتف جدا وصراحه تفضلي. يديك العافيه مستر احمد، الله يسلمك يا رب. عايز اتكلم عن فكره، انا ما للاسف ما حضرت السيشن من البدايه، لكن في فكره كده في راسنا من زمان يعني، فقلت اقول عليكم احتمال يعني تناقش كده لقدام. فالتعليم العالي يا ريت لو لقدام كده عمل له ابلكيشن يعني خاص بالتعليم العالي، الاهتمام ما يبقى بس للطلاب اللي فعلا دخلوا الجامعه، هو يبقى للطلاب اللي حيدخلوا المقبلين على الجامعه تحديدا يعني طلاب ثانيه ثالثه ثانوي، فيبقى فيه تعريف بالكليات، تعريف بالتخصصات بالجامعات، تاريخها الكليه دي فكرتها شنو مثلا، تفاصيل كل تخصص عامل كيف. بس عشان انا دائما ببقى شايله هم الناس اللي بتدخل بتقول لك والله نسبتي، هي طبعا النسبه مهمه شديد، لكن في ناس كتار بتدخل عن طريق الصدفه، فليه ما الزول يعني يكون مسهل له يعني الطرق والريسورسز انه يعرف هو روحه خاشي على شنو بالضبط، وهل هو ده يعني المكان الماشي له، ده هو المكان المناسب مع مثلا اللي هو حابيه الباشن حقه كده. فالابلكيشن ده يبقى فيه مثلا زي ما قلت قبل شويه تعريف بالتخصصات، يبقى فيه حتى مثلا الصوت فصل. اوكي طيب، تعليقا على الاستاذه مريم، في منصه من الشباب عملوه انه اسمه منصه قومه من شجره، تقريبا هو مهتم بالمجال ده يعني. مفترض كان هم يكونوا الليله معانا، لكن ما في زول قدم او قدر انه يتواصل انه يبقى معانا في الجلسه دي، لكن موجود منصه قوم امي شجره، ديل هم كانوا مستحدثين اصلا فئه التلاميذ اللي بيكونوا ممتحنين من فتره الشهاده الثانويه الى الجامعه، بيكون في تعريف بالنسبه للمواد التعليميه والتخصصات اللي بتكون في الجامعه، وحتى البنايه بتاعت الجامعه هتكون كيف، والمهم هتعمل تعريف كامل كده بالنسبة للشغل بتاع الجامعة. فالمنصة موجودة، نتمنى إنه في المرة الجاية إنه نستحضر الشباب دول ويكونوا معنا، نشوف الزور بعدينا أو الزور عايز يتكلم ممكن فيصل الحسين، ممكن تتفضل تتكلم مع فيصل. طيب السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. فيصل الحسين، أنا استشاري تقنيات من المعلومات، وحقيقة شغلت موضوع التعليم الإلكتروني دلوقتي. الحاجة اللي عايز أتكلم عنها حتتين يعني بالضبط. النقطة الأولى إنه التعليم الإلكتروني، الناس شايفة كثير من المنصات تتكلم عن إنه توفير التعليم المجاني الإلكتروني كده. أنا أتوقع إنه ده ما بخلي العمل يبقى sustainable، يعني إنه to sustain itself لازم العمل يكون فيه دخل مادي. الوضع في إنه الناس تجيب الدخل المادي ده من وين؟ إذا كان هو بالدفع المشترك من بيترون من أي حاجة تانية، الناس تدعم الدخل ده، فهي دي الطريقة السليمة إنه الناس تكون شنو في دعم للتعليم ده، بحيث إنه يصل للمتلقي مجاني أو يصل بشكل ناس تدعم مثلا منح على المنصات الإلكترونية، بحيث إنه نفس الجودة بتاعت التعليم تكون متوفرة. الجودة بتاعت التعليم الإلكتروني ده تكون متوفرة، حجيب زول مختص بحاجة معينة يقوم يقدم مواد كويسة، حتدفع له قروش معينة عشان يقدم لك محتوى كويس عشان تقدر تمشي به لقدام. لكن غالبا التعليم المجاني ده بيكون على مستوى معين مناسب،
كافي، لكن عشان يمشي لقدام ما يعني ما في رؤيتي انه ما بيقدر يتسستين اتسلف وستي فري. فدي النقطة. النقطة الثانية القطاع التجاري او القطاع الثالث، يعني مثلا زي شركات الاتصالات، شركات الاتصالات ما قاعدة تقدم، ما يعني هي قاعدة تاخذ من المجتمع ده حاجات كثيرة، لكن ما قاعدة تقدم الدعم الكافي للمبادرات الزي دي. في دول كثيرة بتقدم، شركات الاتصالات بتقدم مثلا زي ما الان بيقدموا مثلا الماسنجر فيسبوك مجانا وكده، مفروض تقدموا وصول مجاني لكل الناس لمنصات التعليم دي، ما هي حاجات مجانية وبتتعلم. فأنا ليه مثلا انا مكون عندي مثلا كم موقع، عندي وايت ليست، الناس الكل عندهم اكسس للنتور يقدروا يصلوا لها بدون اي سيرفيس، تكون عندهم باقات مجانية تعليمية او على الاقل باسعار رمزية. ده الحاجة فعلا بتأثر على الناس وترفع مستوى التعليم العام بتاع الناس، وكده بتحول التعليم لأنه بيزيد الطلب عليه. انت زايد من تصل للكريتيكال ماس بتاعتك بتاعت التعليم، انت في رولينج اوت بيحصل للسيرفيس دي بطريقة كويسة يعني، وقدر ما كان عدد الناس منتشرة عندهم بيطلع عندك ناس مهتمين زيادة، ناس بيدعموها زيادة، ناس بيطلع عندك ناس بتتقدم الصناعة، اي صناعة زي كده. دي نقطة كنت عايز اتكلم فيها، والله يديكم العافية. انا ما اعرف كيف الحين نقدر نضغط على ناس الشركات بالذات عند الاتصالات دي إنه يقدموا الخدمات المطلوبة منهم، وحتى القطاعات التجارية الكبيرة إنها تدعم الحاجات دي. ده واجبة تجاه المجتمعات اللي هي عايشة فيها دي وهي قاعدة تستفيد من وجودها فيها. والله يديكم العافية. شكرا جزيلا. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضلي. مرحبا مرة ثانية. الله يكرمك. أنا مريم. تفضل. حكمل باقي الفكرة حقت اللي قلتها قبل شوية. أول حاجة يا ريت الناس دائما بتعمل الميتينج السمحة دي ما يا ريت ما يستخدموا زوم أبليكيشن، لأنه أول حاجة بيحتاج في بي إن. ثاني حاجة أعتقد إنه في السودان بياخد فترة كده تقريبا هي زي 30 ولا 35 دقيقة، ما متأكدة يعني، وبيقطع. ثاني اللي تبغى تعمل يا مريم؟ لا أيوة. لا ما بيقطع، ده فري أكاونت، لكن اللي حسش عليه إنه ما فري أكاونت، ده بكون مستمر. بيكون ما بيقطع؟ ما بيقطع ده في لايسنس. اوكي، لكن كده ولا كده هو بيحتاج لفي بي ان مشكله؟ ايوه عنده مشكله في الفي بي ان، دي مشكله كبيره جدا. اي ففي حاجات ثانيه؟ طيب كويس يا شديد مستر احمد، في حاجات يعني خيارات ثانيه مفتوحه والتعامل معها اسهل، مثلا شخصيا مستخدم الخيارات الثانيه. اي يا ريت. المهم تيم لينك جاستس في كله مستخدمينه ان شاء الله. تفضل. ان شاء الله. طيب انا قبل شويه كنت بتكلم عن ابلكيشن يكون للطلاب المقبلين على التعليم العالي اللي هم يعني ثانيه ثالثه ثانوي مثلا، فالابلكيشن ده يوضح لهم الكليات والتخصصات وهكذا، ومثلا كل كليه وصلت في الجوده لحد وين، مثلا انجازات الخريجين الطلاب اللي تخرجوا من الكليه دي عملوا شنو ووصلوا لوين. فالحاجات دي بتبقى محفزات للطلاب انهم يعرفوا روحهم من البدايه نحن ماشيين على شنو، فالاداء حيكون افضل بالتاكيد طبعا بالضروره. مثلا في ثاني فكره انه الابلكيشن ده يحمل المنح الموجوده للطلاب السودانيين، منح للدراسه داخل الجامعات، يعني دراسه البكالوريوس مثلا او دراسه بعد الجامعيه، الماستر ماجستير دكتوراه كده. فممكن توسع كمان تتوسع الفكره، يبقى فيه فيتشرز اكثر وفي حاجات اكثر تخدم الطلاب اللي لسه يا دوب يعني الناس يا دوب بيتعجنوا يعني، عشان يدخلوا قويين من البدايه، يكون الزول مقتنع فعليا وفاهم نفسه فعليا ماشي على شنو. لحد الان احنا دي حقيقه انا بقولها، انا عايشه فيها واعني ما اقوله، يعني انه في ناس لحد الان في ثانية أو في ثالثة ثانوي سوري جامعة وما عارفين هم بالضبط هم وين يعني كده، أو ما فاهمين التخصص ده بالضبط كده قصته شنو يعني، هم بس جوا عن طريق الصدفة عشان قدموا وشالوني فيها بس، لكن ما متأكدين تماماً هم حيطلعوا من الكلية دي بعد سنة أو سنتين حيعملوا شنو بالضبط أو جوا هنا ليه. فبس thank you. طيب لا شكراً مريم. تفضل احمد. تفضل يا باشمهندس حيدر. طيب استاذ مريم انا علقت على فرصه جدا ملسة. على مريم كويس، انا حعلق له واديك الفرصه. في منصه زي ما انت ذكرت انه محتاج الناس يعملوا طويه بالنسبه للشباب المقبلين على الجامعه ويعملوا لهم تنوير بالنسبه للحاجه، ذكرنا انه في منصه
قايمه بالواجب ده. المنصه اسمها اللي هو قوم امشي اقرا، افترض كان يكونوا معنا، لكن ان شاء الله في الايام الجايه بتكون. طيب بالنسبه للسؤال الثاني اللي هو المفترض تكون في منصه برضو خاصه بالمنح الخارجيه، موجود من ضمن سلسله ليش اللي هو حيدر انا في الحته دي بس لازم اتدخل اخواننا. ايوه انا هكمل بعدك اتدخل. بالنسبه للمنح الدراسيه دي ايوه تحديدا. لانه عندنا جروب في باحثين السودانيين من ضمن الاقسام الثانيه في قسم مقسم، يعني قسم خاص بالنسبه للمنح، وتم اطلاقه في الفتره اللي فاتت. تفضل دكتور انور. نعم انا هعمل شير السكرين. اوكي هنا يا اخواننا في الصفحه دي في الفيسبوك، احنا مجموعه الباحثين السودانيين فيها اكثر من 40 مجموعه فرعيه، من ضمنها في صفحه اسمها المرشد للمنح الدراسيه، سودانيز ريسيرشرز سكولرشيب جايد. المنحه دي الصفحه دي بتلقوا فيها دليل تم اعداده بواسطه فريق بحثي كامل بتقوده الاستاذه ايناس السر، وهي باحثه في مجال البيئه في مسقط موجوده، وبينشر فيه كل المنح الدراسيه. احنا طلعنا كتاب بي دي اف، الكتاب ده يعني تم اطلاقه في يوم 5 مايو، فيه اكثر من 60 منحه. المنح دي الخاطين التفاصيل بتاعتها هم ناس اخذوا المنح الدراسيه وهم مشرفين في الباحثين السودانيين وغير مشرفين يعني برضو اعضاء، خاطين مع كل منحه اللي اسمه شنو ده الرابط بتاع الموقع، كيف تقدم للمنحه دي، نماذج للكفر ليتر، نماذج للبيرسونال ستيتمنت، نماذج للاوراق المطلوبه، كل التفاصيل الموجوده موجوده في ملف واحد بتاع بي دي اف وداونلودبل، يعني الناس ممكن تنزله، والكتاب موجود يا اخواننا ممكن الناس تنزله من الموقع ده اللي هو سودانيز سكولرشيب جايد اسمه فيكشير. هنا بتلقوا داونلود عدد الناس اللي نزلوا الكتاب، ممكن تعرفوا برضو من هنا ده. لو داير الكتاب ده تعمل له سايتيشن برضو ممكن تعمل له سايتيشن، كتاب كله اقل من 2 ميجا. لو جيت داخلين في الكتاب هنا ده بتلقوا في الكتاب في التفاصيل كلها بتاعت المنح الدراسية، امريكا فول اوف برايد، التشيفنينج البريطانية، المنح الكورية، السايتيشن فورمات موجودة في الموقع نفسه. يعني يا اخوان استفيدوا من الحاجات الموجودة داخل، لانه في كمية بتاعت بوستات بتجينا في المجموعة كل واحد داري يودي منها بصورة اكسايتنج كده، لكن الحياة دي موجودة، الناس عدتها يعني اشتغلت فيها شغل كبير جدا جدا. فيا ريت يا اخواننا ما نعيد اختراع العجلة، احنا الدعوة بتاعتنا المنصات دي انهم يجي يقدموا على اساس ان الجهود تبقى تكاملية وكولابريتيف، نتعاون مع بعض، ما نتنافس ولا نتضارب، يعني احنا مجتمع واحد ومشاكلنا واحدة. رحب برضو ببروفيسور عبد الباسط مريود من جامعة جدة. بروفيسور عبد الباسط. عليكم السلام ورحمة. يا هلا ومرحبتين، تفضل. يعطيكم العافية دكتور أنور، تحياتي لك ولكل الزملاء اللي قدموا هذه المنصات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتكم يعني. وده فعلا يعني ضربة لاذب فيما يعرف به حنبنيه إن شاء الله. سامعني يا دكتور؟ أيوة نعم، زي ما بقول هشام وأماني حنبنيه، حنبنيه ده الشعار بتاعه إن شاء الله. نعم ديك العافية يا بروف. فتعليقي أنا كان يا ليت لو في المنصات دي شايف كله موضوعنا كان مهتم في مسألة التدريب وتعليم الإلكتروني كده. نعم. لكن بشوف لو في إمكانية أنه نضمن هذه المسألة فيها ما يخص البيئة يعني والتراث، لأنه صراحة إحنا من الأشياء اللي ما عايز أقول يعني ما أدينا اهتمام، ولكن يعني لا يوجد اهتمام كبير بالبيئة في السودان والتراث يعني. ومن مشاهدات خاصة ومن معايشة حقيقية، احنا كل سنة بنشوف انه عندنا في البيئة في السودان تدهور بشكل رهيب يعني، وبالذات حتى كمان في الريف، لانه احنا اصلا في حنبنيه ودي معتمدين على الريف، فاذا كان الريف اصلا فيه تدهور في البيئة كبير، فبالضرورة انه احنا we have to focus mainly على البيئة. يعني عندنا مجموعة من المبادرات، ولكن لو كانت هذه المنصات يعني افردت جزء كبير لي مسألة بتاعت البيئة بتكون حقيقة بتكون حلت لنا مشكلة كبيرة جدا، لأنه أنت عارف دلوقتي العالم كله بيتكلم عن البيئة وعن الاقتصاد والاقتصاد البيئي وكده يعني. الكلايمت تشينج وإلى آخره. نعم نوع الكلايمت تشينج وكده،
ودي مسائل بالمناسبة هي أنا شايف أخوة من أمريكا ومن بريطانيا ومن السعودية وهم عاملين منصات ممتازة جدا، فبالتالي كثير من الجهات المانحة بتحتاج لجهود متنوعة زي ده. يعني عشان تقدم أنت مثلا مشروع بحث كبير للكلايمت تشينج بتاعة الأمم المتحدة وكده، فبيحتاجوا لي أن يكون في سبورت من جهات محددة، تكنيكال سبورت عشان المسألة تكون ماشية وبعدين يمكن التمويل بتاعه. الحاجة الثانية أنا شايف يعني قبل الثانية بروح أنه هل ممكن إنت نعم؟ يعني تكون إنت الشخصية بتقدم الكونتنت فيما يخص البيئة والشباب يساعدوك من الجانب التكنيكال؟ والله ما في مشكلة، ما في مشكلة. يعني مثلا أنا شايف عندنا جروب في الواتساب اسمه زراعين بلا حدود، نعم، وعندنا مجموعة اسمها مجموعة كبيرة جدا على ما أعتقد اسمها تشجير السودان، تشجير السودان، نعم. يعني سبحان الله يعني هم شباب وكبار وكذا لكن مهتمين جدا بحكاية أنه الاستزراع، يعني نعم. تشجير وفهم جديد، تشجير كمان يكون بالفواكه المثمرة والفواكه البرية وكذا ومن المدن والشوارع وكذا. فهذه المسائل لما تكون في منصات كبيرة بتدي المعلومات الأساسية عنها، بتدي الكورسات عنها وكورسات بسيطة جدا، يعني ما هي محتاجة لحتى انستركتر، يعني just أنه it guides you how to مثلا to plant a tree، ممكن كيف تعمل المسائل البسيطة دي، يعني لأنه حقيقة إحنا بنفقدها كثير جدا. يعني مثلا بتلاقي واحد مزارع شغال عمره كله مزارع مثلا في حواشة أو في مزرعة في دارفور أو في كردفان وكذا، لكن سبحان الله هو بيهتم يزرع المحصول واهتمامه الأكثر أنه يقطع الشجر عشان ينظف مساحة المحصول، وما بكون عنده اهتمام أنه يزرع شجرة ثانية أصلا. فإحنا محتاجين نصل لأهلنا ديل عشان نوصل لهم معلومة بسيطة جدا أنه هو كيف يحافظ على البيئة بتاعته، أنه ما يقطع الأشجار لأنه قطع الشجر ده بيدهور البيئة بشكل رهيب ويقلل الأمطار وبالتالي حتى تقل الإنتاجية بتاعت المحصولات، ولكن محتاجة تقنيات بسيطة. بنذكر بروفيسور شريف بابك الفضل في أنه بيوسر بصورة مستمرة الأشجار اللي بيتم قطعها في حوالين المنطقة بتاعت جامعة الخرطوم، وبصورة مستمرة نعم. بيخد الصور في إنه إخواننا ده إعدام للحياة وإعدام للبيئة وكده، يعني معليش واصل أبو نعم. فده خاص بال أنا في رأيي عن المنصات صحيح ممكن تهتم بالتدريب والتعليم الإلكتروني كده، لكن بجانب التعليم الإلكتروني نفسه يكون في تعليم إلكتروني يعني بيديني مهارات، يعني how to gain skills في in different fields. يعني الفيلد اللي بيهمني أنا جدا وبتكلم عنه الحاجتين دي للبيئة والتراث. التراث نحن يعني صحيح عندنا بعض يعني المتاحف وعندنا الجهات المسؤولة عن التراث والكليات المهتمة بالتراث وكذا، لكن ثقافة الاهتمام بالتراث يفترض بناء الفرد السوداني، يعني أنت اهتمامك بالتراث تقييم واحتفاظك به دي مسألة مهمة جدا، لأنه دلوقتي نحن في عالم بتاع تميز، وإنيفر أنك أنت متميز في أشياء محددة مرتبطة بتراثك بتاريخك بثقافتك بكده هي اللي بتقيم أكتر. وفي ناس بيفتكروا أنه كل المودرنايزيشن الحاصلة دي هي الأفطار التسود نيفر. هل يعني نحن دلوقتي شوف أتكلم من ناحية بتهمني أنا، يعني مثلا الكسرة العصيدة مش عارف المسائل دي، في شباب اليوم بيفتكروا أنه هذه مسائل مرتبطة بتاريخ ماضي وكذا قد ما تقودنا للتحضر وكذا، في حين انه هو بيمشي بياكل البيتزا بياكل البرجر دي معروفات ان اغذيه تقليديه اصلا يعني في المجتمعات دي، ولكن لانه هم اهتمامهم بها وسياده حضارتهم على حضارتك انت بالتالي انت بتتغير نظرتك. ودي زي ما ذكر واحد من المسؤولين احنا قال ليه غيرنا نظرتي من اكل الكسره للخبز، عشان الخبز بقى لنا مشكله كبيره ونحن نبقى نحن مستوردين للقمح بالكميات الكبيره. فاذا اهتمامك بالتراث بقلل لك بعض الاشياء اللي هي منها بتخلي ناسك يعتمدوا على المصادر التقليدية بتاعتك أنت ولها علاقة بالتراث، وهي على فكرة يعني لم توجد اعتباطا، يعني هي معتمدة على تقانات بالمناسبة تقانات متقدمة جدا سواء كان في مجال التصنيع أو مجال الفود فرمنتيشن ولا كده، هي تدرس حاليا وعلى كده بتشوف أنت يعني مثلا الهودج مش عارف الزينة بتاعت المرأة المشاط، هذه مسائل موجودة بتقانات متقدمة جدا على فكرة وتضاهي التقانات بتاعت اليوم، لكن المهم فيه أنك أنت كشخص تثمن هذه المسائل
يعني تثمن اهتمامك بثقافتك، تثمن اهتمامك بموروثك المعرفي اللي هو مسمى الانديجينس نوليدج، مهم جدا انك انت تثمنه وترفع من قيمته، تثمن وترفع من قيمته وتجعله توب مع الاخرين، مع الناس اللي بنافسوك، بيتزا، معارف، ملابس شكلها كيف، تسريحة شكلها كيف كده، يعني لازم أنك أنت تكون دي تمشي مع بعض يعني. وشكرا جزيلا دكتور. شكرا يا بروفا. نحن طبعا كنا في كوريا الجنوبية، وكان من أول سنين لما مشينا الماجستير كان مهتمين جدا بأن يورونا الهامبوك اللي هو اللبسة التقليدية زي التوب عندنا في السودان، واللبس بتاع الرجال، وبعدين يخلونا نستخدم نعمل زي قلة كده، عندهم أدوات يعني الثقافة جزء مهم جدا. وتحديدا حاليا الناس ما بتبيع لك منتجات، بتبيع لك ثقافة. يعني البوب كلتشر في كوريا انتشرت، كل الشباب الصغار دار يمشي كوريا، دار يتعلموا لغة كورية إلى آخره، ده جاي من بيع الثقافة، الاهتمام بها. ففعلا أعتقد أنه أبي دمك عمر أصلا يعني الموقع بتاعه جاي من برسبكتيف تاريخي مش كده؟ صحيح صحيح. اي فهل انت ممكن تتعاون مع بروفيسور عبد الباسط مريوت في انه اكيد اكيد يا دكتور، يعني احنا حابين اي زول عنده اضافه، لانه هو كلامه كله يصب في التصور بتاع الموقع بتاعنا اللي هي زياره ورفع المستوى المعرفي للشباب السوداني، ودي حاجه بتصب في التصور بتاع الموقع بتاعنا. يعني حتى استاذ ريم ذكرت الليدرشيب سكيلز، دي حاجه برضو بتهمنا جدا جدا. انا اتمنى يعني، انا عارف طبعا يعني ما تكون عندك زمن كافي يا دكتور، لكن لو قدرت باي طريقه يكون في مبادره بتاع الطرب الناس اللي ممكن يقدموا للشباب السوداني، واحنا عندنا المنصات موجوده، احنا محتاجين الشباب ده. احنا محتاجين رساله من السودان لقلب السودان، ما دارين دورات تدريبيه من كورسيرا ولا يوديمي، ده التصور بتاع عبد مات، احنا دارين من حاجه من قلب السودان لقلب السودان، وده التصور بتاع مبادره الباحثين السودانيين. اصلا الهدف بتاع الرئيسي هو انشاء فهرس للباحثين السودانيين وبحوثهم، بحيث انه المشكله وحل المشكله عندنا نحن. صحيح. We don't have to source out for solutions from outside. شكرا جزيلا لك. طيب أحمد داود عندك مداخلة أخيرة، وعشان الجلسة بعد كده أخوانا طال زمننا. أحمد. يلا أنا بس عندي إضافة بسيطة جدا جدا جدا. إحنا اللي اجتمع جماعة في السودان ما عندنا منح سودانية، يعني مركزنا على منح الأجنبية. لا قصدي ما معروضة بالشكل يعني. فاحنا برضو نهتم بالجانب الوطني برضو، المنح السودانية، حتى الجامعات ذات مرعاة من داخليا يعني. مثلا أنا شايف أن الجانب ده برضو بهم الشباب برضو الآن، في ناس كتار أنه ظروفهم صعبة، أنه قرابية في السودان غالية جدا، والمنح البرة دي بسيطة جدا والشباب كتير جدا، فنتمنى برضو المنح السودانية نوصغها برضو إن شاء الله. شكرا جزيلا يا أبو حميد، وشكرا جزيلا يا أخوانا لكل الناس الحضور الموجودين في الجلسة هنا ده. باشمهندس هشام، باشمهندس أماني، الله يبارك فيك، باشمهندس عمر، باشمهندس منو ثاني كان في الجلسة، محمد عبد الباقي، الفاضل، مصطفى، أحمد داود، شكرا لعمر حيدر، حيدر إبراهيم، وكل الشباب اللي شاركوا، وكلهم بيصبوا في هدف واحد اللي هو حنبنيه إن شاء الله، حنبنيه اللي بنحلم به إن شاء الله يوماتي. شكرا جزيلا لك، ان شاء الله نتواصل ونتعاون من اجل مجتمع علمي وبحثي يعني نشيط. السلام عليكم. ان شاء الله. السلام عليكم. الله يبارك فيك.